مزح. السلام عليكم. سلام الله حي. ارحبوا ارحبوا يلا خير. تفضل دكتور شاري. مساك الله. كيف حالك؟ والله اني صرت برؤيتك. اي والله واني اعرفك من قبل. اي والله كيف حالك؟ حلو هذا والله. انت كل شيء حتى ما شاء الله حلو. الحمد لله السلام. كنت كهرب ايش كل مره كهرب ايش؟ عشان في كهرباء. لا هذه حراره الاسواق يا شيخ. تبي زي ذاك ولا ان شاء الله عليك؟ تبي الزام؟ لا لا واحد. كيف حالك؟ بخير. طيب وينك دكتور هنا؟ يلا يا حبيبي. هذا يحييك يا صاحبي. ان شاء الله مرتاح. كيف شلونك؟ والله ان شاء الله طيب. كيف صحتك؟ اهلا اهلا اهلا. عبد الله الروقي. معروف معروف. اربع قدر. خلاص انتم مشهورين يا شباب. خلاص طيب. لا تعرفون اسمكم يا شباب. مساك بخير. الله يسلمك. يا مرحبا بك. اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا فيك. كبيره ودي اقولها الله يطول عمرك. الحمد لله. اعطي المايك خلاص غطيها بس لحد يجلس. مساك طيب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب نصير حلو. طيب الامور كلها. عطنا السبيكر يا منيب. خلنا نادي الشباب. اشتاق لهم. اشتاق لهم. انا كاهي قهوه. الله يبقيك. يا هلا يا هلا يا هلا. يرضى عليك ويخليك. قهوه. اي والله السلام. نظره زين عشان ما نسين نقوم نجلس نقوم نجلس. سلمت ولا انت؟ حي الله اخواني وحبايبي. الله يبقيك. يا مرحبا. كيف حالك؟ عساكم طيبين. يا اهلا يا اهلا. زينه ان شاء الله. شلونك؟ وين بقيه المتسابقين؟ اتمنى من المتسابقين اللي يسمعونا الان يتوجهون الى الهنجر ومع فقره مساءات. عندنا ضيوف ينتظرونكم وجو علشانكم وعلشان تواجدكم في هالبرنامج الجميل اللي راح ناخذ ونعطي معهم ان شاء الله العديد من الاشياء الزينه. وينكم يا شباب المتبقين؟ ما عندي الا سته فقط. ياتون ياتون فيهم الخير والبركه. لكن ضروري ما احب ابدا لين يكون الجميع. كيف حالكم موجودين؟ عساكم بخير. مبسوطين. الله يسلمك. يا اهلا يا اهلا. الله يحييك. هنيئا لكم. يا مرحبا. اي والله هنيئا لكم. الله يحييكم يسعدكم يا رب. الله يسلمك ويجعل هذا البرنامج شاهد لكم عليه. امين يا رب العالمين. شاهد لكم في الدنيا والاخره. احتمال الشكل تغير. طيب اليوم منورنا. سلام. يعني اهلا اهلا. انا طاري هناك. ايوه هنا هناك. كيف حالك؟ طيب حبيبي. هلا وسهلا. سلام نظر زين. لو تستريحون يكون افضل عشان ما انتم ما شاء الله عددكم ما شاء الله كبير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأتم تسليم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم معنا في فقرة مساءات. الفقرة اللي تأتيكم دائما يومي الأحد والثلاثاء الساعة 9:30. اليوم حنا سعيدين جدا بعدة أشياء راح نذكرها بعد قليل. أولها بضيوفنا المميزين. واحد منهم ما سميه ضيف لأنه راعي مكان وخلاص منه وفينا ومنورنا ومشرفنا. الله يحييك يا مهندس رائد الجهني. الساعة المباركة. يحفظك ربي إن شاء الله. وأما الضيف الآخر اللي يبغالي كذا وقفة تأمل وقفة أطلع ما في الخاطر تجاهها وتجاه محبتي له الشخصية. وهو ما يحب المدح كثير أنا عارف. لكني أنا الشخص إذا ما أحب الشيء أحب أزيد فيه. لا تغيرت. تغيرت. زين ستة ثمانية. يلا خلني أكمل. الرجل اللي كان معنا سنوات ماضية ووالدي الوالد الوالدة دائما يذكرونه بالخير ودائما يقولون سلمنا عليه. لأن سبحان الله الله أعطاه القبول والمحبة. نسأل الله كما هو مقبول عند خلقه أن يكون مقبول عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه دلائل إن شاء الله من محبة الله له. ثم انه يعني بتواجده في الساحه الاعلاميه من سنوات ماضيه في برامج عده بافكار واطروحات ومواضيع وحضور خلف الكواليس اكثر من كونها على الهواء مباشره. اسال الله ان يجعل ما قدم ميزان حسناته. واما البرنامج الاضخم والاجمل والاروع والامثل اللي تحدث عنه الكثير وتابعوه وانتشر له مقاطع كثيرة وهو من فكرته وهو مؤسسة اللي هو البرنامج الشهير سواعد الإخاء اللي كان تحت إشراف الدكتور محمد السيد. وسمعونا تحية للدكتور محمد. الله يكسر. حي الله أبو معاذ. الله يسعدك وبارك فيك شيخ ناصر. إحنا اللي نحبك. الله يسعدك. يا شباب في اختلاف على محبة ناصر؟
ابدا الله يرفع قدرك. شفت هذه عينه تبغى تحرجني انت كذا. الله يرفع قدرك ويبارك فيك ويسعدك يا ابو معاذ ومبسوطين اليوم جيتك. وانا اتمنى من اخواني بس يستريحون يجلسون. بيض الله وجهك بيض الله وجهك. اما الضيف الاخر زي ما قلت في البدايه مهندس رائد الجهني. الله يحييك يا مهندس. خلوني بس اتكلم عن الفرحه اللي عمت انحاء المكان ليله البارحه باتصال والده سيف المطيري باكتمال ذلك الوقف اللي من بدايه البرنامج وهو هم لدى الجميع بفضل الله سبحانه وتعالى. يقولون من سار على درب وصل، وحنا من بداية البرنامج حنا نذكر مرة ومرتين وأهل الخير يغردون ويرسلون وينشرون ويتبرعون ويهدون كذلك بطاقات الإهداء لأناس أحبوهم لأقربائهم أو حتى لو بعيدين عنهم لأجل الفرحة بهالمنجز الكبير. احتفلنا البارح واحتفلوا الشباب البارح باكتمال وقف الأيتام بالبلد الحرام التابع لجمعية البر الخيرية بأملج. خلنا في البداية يعني نبارك المهندس رائد الجهني، وأكيد أنه بيوصل رسالة من قلبه وأيضا رسالة من الأيتام اللي تركهم في أملج أو الأبطال إن صح التسمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله كذا أبو عبد الله تحرجنا أننا نتكلم بوجود ابو عبد الله ابو معاذ الشيخ محمد أمشي السيد. اروح تمشي امشي وراك انا. على فكره ترى الدكتور عضو مجلس اداره ولا لا يا مهندس؟ عضو مجلس اداره في جمعيه ابطال املج لرعايه الايتام. للامانه فضل من الله سبحانه وتعالى. الفرحه اللي صارت امس اكتمال الوقف وهذه نعمه كبيره صعب وصفها او صعب حتى شرحها. وانا حاب ان اقول لكم بشرى للامانه. المكالمات لم تقف من الامس او من البارحه الى هذه اللحظه. يا سلام. من الجميع سواء كان ناس متبرعه او من امهات الايتام او من اهلنا في املج او خارج املج، والله يدعون لكم كثير الدعوات ويسالون الله ان يجزاكم خير عنا وعن ايتامنا. وما نقول غير الحمد لله انه اكتمل الوقف، وباذن الله تعالى اللي راح يكون هالوقف هذا امتداد لاوقاف اخرى باذن الله تعالى. بإذن الله. دكتور محمد سيد أنت عضو مجلس إدارة ولك كلمة وأنت جاي من أملج، وش بتقول؟ والله أول شيء أنا أشكر ربي الذي يسر هذا التوفيق الكبير لهذا الوقف لفئة عظيمة علينا وغالية عند الله وعند رسوله صلى وسلم عليه الله وعند الناس. الأمر الآخر أنا أشكر المتسابقين فردا فردا، ويمكن ما تدرون إيش لكم نوال وأجر وثواب عند الله كتب لكم في السماء وأنتم لا تعلمون. الجهد، الهم، الفرحة، التعب، كان في تعب حتى وصلتم إلى هذا الإنجاز. صحيح. أشكر أيضا والديكم الآباء والأمهات، وأشكر كل متسابق، وأشكر كل من دعا وكل الفئات في المجتمع الذي تبرع والذي دعا، ولله الحمد والحمد لله أنه اكتمل. وأنا أشكرك شكر خاص جدا، ولي شكر خاص جدا لك يا أخي ناصر. الله يحفظك. على هذا الجهد وهذا الهم وهذا هذا الكاريزما المبارك. الله يبارك فيك. صلى الله يجعلنا مقبولين عنده يا رب العالمين. عبد الله الروقي ايش بتقول؟ اقول اول حاجه مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله يا ابو معاذ، شرفتنا، سمعنا عنك كثير وكنا توقين لقائك، والحمد لله تهيأت الفرصه. احنا كلنا من فضل الله شاركنا في هذا الوقف، ولكن من كان لهم جهود في اعيننا بالمقام الاول ويستحقون منا الشكر، حبيت امتثل بنفسي واشكرهم. أبو عبد الله أستاذ ناصر الغامدي وسائل المهندس رائد الجهني المسؤول عن الجمعية، نهنيهم باكتمال هذا الوقف ونقول بيض الله وجيكم، تعلمنا منكم واستفدنا منكم ومشينا على خطاكم، وهنيكم تهنية كبيرة حقيقة. يعطيك العافية. كنت بتقول شيء، تقول أنا عندي كلام. هو هذا يا أبو عبد الله، احنا الشكر أمس كان لعامة الناس اللي شاركت، لكن هذا بشكل خصوص لكم، وأنتم من يستحق الشكر في المقام الأول. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك. طيب من الضفة الأخرى أكيد في واحد منكم يبغى يقول يعني فرحة داخلية بعدما عرفنا البارح بهالمنجز الكبير اللي سعيتم كل واحد فيكم عن نفرح البارح باكتماله، من اللي بيقول زايد؟ والله النمس إن فرحنا كلنا بدون استثناء، زي شعور الطالب اللي جت الشهاده بعد يعني ما انتظر لها وقت طويل. فنحمد الله ونشكر هذه من الانجازات اللي والله لو ما نطلع الا بها من البرنامج، والله العظيم انها تكفينا وتسدنا. فالحمد لله مشاعرنا كلها شوف بينا في وجهنا، نحمد الله ونشكره والحمد لله يا ربي. يعطيك العافيه حبيبنا وبيض الله وجهك. طيب اليوم فيها
يعني مع الدكتور محمد السيد وهو متواجد معنا. والدكتور يعني له صولات وجولات مع الأوقاف وله صولات وجولات كذلك في أمور كثيرة حياتية. وحنا بما أن اليوم نتحدث عن الأيتام وزي ما كملنا بفضل الله الوقف الأول، وأنا عدت أكثر من مرة وأقول أتمنى في هالبرنامج بوجودكم ووجود الجمهور أهل الخير أنه يكون منجز كبير جدا في اكتمال وقف آخر معنا اللي اليوم اندشنا بإذن الله تعالى معكم مع الدكتور محمد السيد ومع المهندس رائد الجهني. الوقف الأول كان وين؟ في مكة المكرمة. والوقف الثاني وينه؟ في المدينة المنورة. ونعلن وعلى بركة الله تدشين هذا الوقف. يا رب يا رب يبارك. وقف الأيتام بمدينة خير الأنام صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الوقف، قيمته كم يا دكتور يا مهندس؟ 15 مليون. 15 مليون. إذن 15 مليون مضت، وما شاء الله شفنا سرعة اكتمال كم؟ 12 مليون. 12 مليون. معلش. طيب انهم غشوني هنا. اسف والله. انا استغربت قلت 15 مليون في الاول، لازلت خلوني قاعد احلم. الحين الناس اللي قلنا لهم امشي، اللي قلنا لهم امشي يا تلحق ما تلحق، الحين الباب مفتوح على مصراي، توكل على الله وابدا. اللي امس ما لحق يعني. طيب ما تتم يلا. لا عد معليش يا عبد الله. اقول الحين الناس اللي امس قلنا لهم النسبه 99 ولحق ما تلحق، الحين نقول لك الله فتح باب خير جديد، توكل على الله ووضع اللبنه انت والواحد. صحيح. عاد تدري وش هو عبد الله؟ البارح الجمعيه كلموني يقولون بعد ما اكتمل الوقف في ناس يتصلون علينا الكول سنتر يقول كثير، يقول احنا الان تبرعنا بعد ما اكتمل الوقف، هل فلوسنا بتروح الوقف الاول؟ ما نبغاها تفوت علينا، او انه ايش السالفه؟ فقلت اكيد يعني انه ينتقل للوقف الثاني. فهي في الاخير يعني اوقاف وتدوم باذن الله مئات السنوات وتكون في ميزان حسنات كل من انفق. انا احب لغه الارقام، ولغة الارقام دائما تكون سهله. من يعطيني كم سهم اذا قلنا ب 300 ريال؟ 15 مليون. لا اقل. 12 مليون قسمها على تقريبا 3 مليون وعلى 300. ايوه 12 مليون 800 او 300. عدت معك جوال، احنا ما معنا اربعه. عفوا لا 3 مليون. 12 مليون. انتم متعودين على اصفار كثير، انا مسكين ما انا متعود على اصفار كثير. 3 مليون و800 شخص تقريبا. دقيقه تقسيم 40000 سهم بالضبط. يعني 40 قلت 40. ليش انا ماني معجب بجوابك؟ انا ما ابيك تجاوب صراحه. 40000 سهم، يعني 40000 واحد منكم 300 ريال نقدر ان شاء الله نكمل الوقف الثاني باذن الله. دكتور محمد وش بتقول؟ وش الرسالة اللي تقولها وأنت خبير في هالمجال وتعرف لغة الأرقام وتعرف حب الخير في الغير تجاه الأيتام خصوصا، ولك تجارب، ظنك يكتمل؟ والله الحمد لله. يعني خلينا نتكلم بالتجربة. إيه؟ بالتجربة في خلينا نكون كمان بالتجربة بالدائرة الضيقة، وجودنا في تلفزيون الواقع، وجود بعد الله سبحانه وتعالى ناصر معنا، التسويق لوقف ما هو أي وقف، هو وقف أيتام. اليتيم اليوم ما لنا منا عليه، إحنا نكفله في الدنيا هو يكفلنا في أجمل مكان في الجنة. صحيح. والتجارب الحمد لله يمكن هذا المكان شهد كثير من انتهاء بعض الأوقاف، وهذا دليل بلدنا فيها خير، خير عظيم عظيم عظيم، وقلوب تشتاق لفعل الخير. حيكتمل بإذن الله يكتمل. طيب بعض الناس ممكن يجي في ذهنه سالفة وممكن يعتقد الأمر هذا تعجيز، يعني يقول 15 مليون ما كملوها إلا يوم 72، مستحيل 12 مليون يكملونها بقى على البرنامج مثلا شهر أو 25 يوم أو 20 يوم. بدينا ما كان الجمهور عندنا زي كذا، وصلنا 75 الحين جمهورك أكثر من اللي بدينا فيه، فأتوقع أننا بنقدر له إن شاء الله. أحيانا في تجربة حصلت مثل كذا، انتهيت من وقف وبديت وقف وانتهى. صحيح. اليوم اللي قاعد يتكلمون بانتهاء، يعني اليوم لو أي أحد الآن يبغى يتبرع لوقف الأبطال في مكة نقول البوابة غلقت، ما يمكن. صحيح. الفرصة راحت، وصدقوني بعد كم يوم الفرصة كمان تذهب. تكمل بإذن الله. سبحان الله العظيم. يا دكتور عندك مشارك مهندس عبد الله. عبد الله فريدي تفضل. أرحب بضيوفنا جميعا. أنا أشوف آخر إبراهيم اللي ألغوه
جانا خبر من زياد ان متابعين البث بالبرايم 36,000. صحيح صحيح وصلت لها الارقام. فيعني لو 36 يعني هذا رقم قوي يعتبر، باقي 4,000 لو تبرعوا عليها كل ليله بس تابعوا على البرايم بقى 4,000. يا سلام. فاحنا عندنا ارقام قويه، فاتوقع ان الموضوع اختلف من بدايه البرنامج الى الحين، يعني تصاعد البرايمات احنا نقيس عليها دائما، كان 11 13 وصل 24 28 اخر برايم كان 36. فأتوقع صحيح. أن لغة أرقام هي قاعدة تتكلم. صحيح. أنا أعتقد يعني وبالأجزم أنه أكثر من 40,000 بيت يتابعونا. لو صحيح. العائلة يقولون خلونا يلا 300 ريال ندفع فيها الوقف، صدقوني أن لغة أرقام بشكل سريع نقدر نخلص الوقف خلال أسبوع واحد. يا أخي الناس يخلصون أرقام أكبر من هذه في بس في بي 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 يعني حزم وبتذكير دائم في يومين ثلاثة أيام، ما بالنا مع أهل الخير، خصوصا زي ما قال زايد وعبد الله لغة أرقام جالسة تزداد. فحنا ناشد 40,000 واحد، وأتمنى أنت وأنت اللي تشوفونا أنكم تكونوا من 40,000 ذوري، حتى إن شاء الله نسعد خلال أيام بسيطة هذه باكتمال الوقف الآخر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان رفعت يدك تفضل. أنا أتكلم باسمي إن شاء الله وباسم أخوياي وباسم متابعينا من خارج المملكة، من سلطنة عمان، من ديرتي، ولا من الإمارات والكويت والبحرين وباقي دول العربية من دون تحديد، ودهم يساهمون ودهم يشاركون. وابو عبد الاله انت عرفت شفت كيف يوم نبي نجي مساهمه من عمان كيف نتعب فيها. صحيح. فودنا ان شاء الله ان نسوي مثلا تسوون شيء طريقه، انتم ما شاء الله اصحاب افكار واصحاب اراء يعني متقدمه، فانا باكم تسوون لنا طريقه للناس اللي ودهم يتبرعون وهم من خارج المملكه. جميل، جزاك الله خير. واعتقد المهندس عندك رد على الموضوع. الخير في امتي الى يوم القيامه. مهندس ايش تقول؟ بالنسبة للطلب الأخ عثمان، طبعاً إحنا عارفين إنه استقبال الأموال من خارج الدولة إنه ممنوع يعني نظاماً ممنوع يعني، لكن نقول إن شاء الله إنه اللي موجود فيهم البركة، فيهم الخير والبركة، وما ينسونهم حتى من الدعوات، الله يجزاهم خير يعني. الأمر الآخر بضيفه إنه للأمانة وصلتنا اتصالات وعتب كبير من الناس المحسنة والداعمة للوقف الأول، ان انتم اغلقتوا واحنا عندنا نيه ان نبادر، عندنا نيه ان نتصدق. قلنا لهم لا زال الباب مفتوح في اطهر بقاع الارض، كنا في مكه والان اصبحنا في المدينه. ما اشوف اي مانع ان الانسان مثل ما خلينا نتكلم فقط على الوالدين، مثل ما اكرمت والدي في ان كلهم سهم في مكه، ايش المانع كلهم سهم في المدينه؟ نفس الاسهم نفس النظام، 300 ريال للفرد، 600 ريال للوالدين، 900 للأسرة، 3,000 سهم الإحسان، و380 هذه اللي هو شقة. نعم بالضبط، إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا بس اللي حبيت أضيفه، أن المجال باعتباره من هالليلة مفتوح، ونسأل الله العلي القدير أن يكتمل الوقف في احنا محددين الوقت محدد، لكن بإذن الله أنا متأكد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم تجربتنا مع الوقف الأول أنه يغلق على أيديكم بإذن الله في أقرب فرصة ممكنة إن شاء الله. يخلص الوقت في نص مدة الوقت الأول بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. خلينا نضيف نقطة، أنه من شاف ما هو مثل اللي سمع، يعني أنتم زرتم الجمعية بأنفسكم وشاهدتم، وانا اتمنى انه يسمعون من ابو عبد الله يسمح لي ان اخذ دوره، يعطي الشباب فرصه انه يتكلمون عن الشيء اللي شافوه، الشيء اللي حسوه اكثر من اللي شافوه يعني. أبشر. طيب انا قبل اروح للشباب تفضل. طيب. الدرع في فلسفه يقولون في الشعار، وش الفلسفه؟ نعم. مسك الدرع معك حتى تكون الكاميرا عليك. وش الفلسفه في شعار الوقف الجديد؟ طيب احنا حبينا يكون شعارنا او الاسم للوقف اللي هو وقف الايتام بمدينه خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وحبينا نكون الشعار هو المظلة، مظلة الحرم. نعم. إن هالوقف هذا إن شاء الله راح يكون مظلة للأيتام بإذن الله. يا سلام. وأنتم تساهمون في انتشار أو اتساع هذه المظلة من خلال الوقف بإذن الله تعالى. هذه كانت الفكرة يعني. جميل جميل. بإذن الله. فكرة جميلة ويعطيك العافية. يلا 40,000 واحد أناشدكم وأطلبكم إن نفرح كلنا بإذن الله. وأنا صراحة يعني سأسجل فخرا واعتزازا أنا وزملائي الشباب بأنه أول برنامج في قناة الواقع من سنة تقريبا يكتمل فيها وقفين، أمنيتي أني أفرح كثيرا لأجل اليتيم ولأجل هذه الجمعية اللي تقوم على اليتيم، وأنتم أهل الخير يعني 40,000 واحد منكم 300 ريال سهم الفرد أو 600 ريال لسهم عنك وعن والديك و900 ريال عنك وعن أسرتك، والشقة اللي عنده خير ب 380,000 يعطيها الله، أو سهم الإحسان ب 3,000 ريال. ادخل تطبيق الراجحي
وأيقونة جمعية أبطال أملج لرعاية الأيتام وأيقونة الوقف وتبرع وأنفق، أو الكود يطلع لكم أسفل الشاشة، صورة وادخل المتجر الإلكتروني ومباشرة تقدر تدفع في 5 ثواني فقط عن طريق الأبل باي، وتكون مشارك ومرافق مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونفرح جميعا باكتمال الوقف قريبا بإذن الله تعالى. بإذن الله. دكتور محمد، حنا نتكلم عن اليتيم، ولما نتكلم عن اليتيم أكيد فيه رسالة عندك يعني اليوم، وخلنا عنون لها من يشبهك أيها اليتيم. كأنه مشارك، أنا يبغى مشارك. رفع يده. لا بس قول بعدك. بعدك بعدك أبدا. جزاك الله خير. يعجبني الشوكولاتة المكس هذه. تفضل يا دكتور. إيش السؤال؟ من يشبهك أيها اليتيم؟ وحنا عن وقف اليتيم نتحدث. يعني سبحان الله يا شباب، وجدنا بالتجربة إن أكثر شيء يحمس الناس للتبرع وأصلاً والعلاقة مع اليتيم بعيد عن الوقف أيضاً، هو الموروث الشرعي الموجود. من هو هذا اليتيم ومن يشبهه؟ أنا أول شيء إذا قلت من يشبهك أيها اليتيم، رسالة لكل يتيم، كأنها الرسالة لكل يتيم يسمعني اليوم. حلو. يعني بعض الأيتام ينتمون إلى جمعية أبطال، وبعضهم يسمعون وما ينتمون إلى جمعية أبطال. كثير من الأيتام اليوم، يعني أنا أول رسالة بقول له يعني اليوم في هذه الليلة، والله أهلا أيها اليتيم، وأهلا أيها الكريم، وأهلا أيها العظيم. وأنا أقول اليتم أحيانا ساحة لصناعة المجد ومنصة لانطلاق الهمم. يا سلام. ويعني أيها اليتيم لازم تعرف أن موسى فقد الأب، وعيسى بلا أب، ومحمد يتيم الأم والأب. ولذلك مايكل هارت لما بدأ يكتب كتاب المئة المؤثرون على مستوى العالم، كان 53% منهم أيتام، وهذا ونجده مثل ما نشوف الموية، إن في ميدان الانتصار والفوز والعظمة تفوز صفة اليتم على كل الصفات. يا الله. وسبحان الله، يعني اليوم يعني ما في، يعني إحنا الحمد لله الواحد موجود، الوالد والوالدة، لكن اليتيم مختلف تماما، أنت مختلف تماما. الذي يمس شعرك فقط يجد في قلبه السرور، الذي يحسن إليك فقط، يحسن إليك وهو المستفيد، يحسن إليك تجاوز العقبة ويرجو الوصول، الذي يكفلك فهو في الجنة مع الرسول. فسبحان الله، يعني حتى لو ما كان لك، يعني والله أيها اليتيم، يعني دعوتك لنا غالية، دعوتك، فرحتك غالية، دمعتك غالية، شعرتك غالية. ولذلك لو لم يكن لك أب فلك رب. واعلم والله، بس أنا أقول كل يتيم موجود يسمعني، أو أم أيتام، أنا أقول يعني اصبروا لتربحوا، وارضوا لتفرحوا، واعلموا أن الله وحده هو الحافظ، وهو الممكن، وهو الرازق، وهو الرحيم. وقل دائما في قلبك، في الدراسة، في حياتك، إن معي ربي سيهدين. ثم من يشبهك أيها اليتيم؟ وهذا يا شباب والله اليوم، لعل هذه الوقفة اليوم احنا نجلس في هذه القناة، لعل الله يطلع علينا ويكون قد أوقفنا هذا وما ندري إيش لنا عند الله سبحانه وتعالى. يعني يجي بعض الأيتام اللي يشوفهم العظماء، وبعض الأيتام يعني يفقد الأب، وترى يا جماعة فقد الأب انكسار حقيقي. يعني الأب ترى مو سهل، يعني صحيح. يعني إذا كان الأول ما يموت الأب على طول، هذا اللي اسمه محمد ولا سعد ولا كذا يتيم من الله، اسمه يتيم. فقد الأب مو سهل، لذلك العزاء الوحيد، ودائما اليتيم يقول والله أنا عشان فقدت أبويا يصير لي كذا، وفاقد الشيء لا يعطيه، لا 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 بالله. بسألكم سؤال يا شباب، شوفوا هذا المعنى معي. النبي أمه صلى الله عليه وسلم حامل به آمنة، وانت تشوف يا مسكين الطفل هذا، أمه حاملة فيه وأبوه ميت، يعني أصلا يتيم وهو بطن أمه. لو قلنا الواحد طيب أول ما ولد، يعني يا شباب لو سألنا أنفسنا بكل صراحة، والجمهور والله يا جماعة هذه لنا، نقول لهم يعني من أبوك معروف، من أمك، من حضنك، إيش من حضني؟ أنا صغير أمي، من أرضعك أمي، ما في شيء ثاني. محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حاضنة وأكثر من مرضعة، وانتقل من هنا لهنا يعني. وبعدين قالوا الرضيع هذا اللي بالكوفلة ينتقل من مكة إلى بني سعد 75 كيلو، إيش رضيع يروح عن أمه وعن ديرته؟ يعني هو رضيع. فتقول لو سألنا أحد، لو كان في صحافة أول، إيش تتوقع لهذا؟ يقول يا أخي الله يعينه، يا أخي هذا كيف حيعيش؟ وبعد وبعد 4 سنوات، يعني ما حد ترى، أي أحد يسمعني اليوم بالشاشة، أي أحد مستحيل يكون مر عليه مثل كذا. بعد 4 سنوات شيخ ناصر يأتي إلى أمي
صلى الله عليه وسلم ويكتشف اليتم المركب إن حليمة أصلا هي أمه 4 سنوات يعني توقع أنه خلاص توقع أنه أمه إخوانه مو إخوانه زوج حليمة مو أبوه طيب بعد ست سنوات صار عمره أخذته أم المدينة وورته قبر أبوه وهو راجع يبدو لما شاف قبر أبوه يبدو يقول يا أمي أصلا مالي غيرك في الدنيا كلها وهو 6 سنوات في الأبواء في الطريق تموت أمه وتدفن أنا قاعد أقول والله يا جماعة أقول في السيرة نفسي كان موقفين الموقف الثاني ما حقوله لكم بس في موقفين نفسي أكون كنت موجود وهو هذا الموقف لما دفن أمه وراجع 6 سنوات ما بيقوله أحد لكن هذا هو أول واحد يطرق الجنة هو أشجع واحد هو أعظم واحد اللهم صل فيتيم إن لم يكن لك أب فلك رب لا تخاف حتكون عظيم مثل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم جزاك الله خير بارك الله فيك يا دكتور على هالكلام الجميل الله يسلمك طيب دكتور خليني أسألك عن دائما نكرر في كل أنا أبغى الشباب كذا يشاركوني بيشاركونك أي واحد عنده مشاركة يدخل يا شباب طيب أنا وكاف اليتيم كهاتيم الجنة دائما نكررها أنا وكاف اليتيم أنا وكاف اليتيم ابغى معنى هذه الكلمه اصبحت كلمه مستهلكه مستهلكه وصار عندنا تمشي بسرعه يعني ايوه صار عندنا لا مبالاه من كثر ما نكررها فاليوم توقف عندها وتعلمنا الاسرار فيها ايوه دخلنا في العمق لا خلينا هذه الكلمه نصنعها اليوم كذا نعيشها من جديد وانا ابغى ممكن ندور مع الشباب خذ راحتك يعني ابغى اسال سؤالي شيخي الناس ليش تصلي في النهايه في النهايه المحصله جنة ما فيها صيام جنة اي شيء فعل خير أوقاف تبرع حج عمرة زكاة بعدين نجي نقول ترى الرسول ما قال يا جماعة أطلب الجنة أطلب إيش دائما بكلامه أطلب الفردوس الأعلى والواحد يسوي مستحيل حتى يدخل الجنة طيب يا جماعة أنا خاف نجي يوم القيامة الملائكة تقول لنا ولا الرسول يقول لنا ولا الله يقول لنا ترى بس تكفى اليتيم السير في أفضل مكان في الجنة يا سلام يعني الموضوع يعني مين قضية الجنة أفضل مكان في الجنة يعني رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم طيب ليش يعني سؤال غريب الله ما قال حافظوا على صلواتكم وتكون رفيقي أنا معي في الجنة ليش خصص اليتيم ليش خصص قضية اليتيم يا جماعة اليوم أنتوا يا شباب والله يا شباب أنا أشوفكم في التلفزيون لما أحد يتبرع لكم بسهم كيف الفرح ردة الفعل لا احيانا لا بعضهم يعني بعضهم يفرح وبعض انه عادي يعني سهم شكرا جزاكم الله خير ما قصرتوا والله يا جماعه لو التلفزيون الواقع اعطاكم في النهايه جائزه 1,000,000 طيب تمام هم حيعطونكم ما اعتقد انه 100 ولا شيء صحيح 1,000,000 وكذا ترى شهور وتنتهي صحيح شهور وتنتهي اقسم لكم بالله يوم القيامه ما حتتذكرون يمكن لهالبرنامج تقول الحمد لله واحد كفل لي بسهم وسر طيب اليوم أنا عايش مع الأيتام والمهندس رايد عايش مع الأيتام ونعيش مع الأيتام ونشوف إيش الأسرار كفلنا يتيم إيش معنى كفلنا يتيم أقول لكم إيش معنى كفلنا يتيم كل طعامه بسببك كل طعامه وإيش معنى كل طعامه ترى كثير من الناس يروحون المدرسة جعانين يمكن يدوخوا من الجوع بس أصبح كل طعامه بسببك ما حيجوع بسببك يا سلام طيب ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيم هذه لك بدون لذلك قضية الكفالة هي هذه أسرارها طيب اثنين اطمئنان الأمة اليوم لما تتصل علينا أم ولا فرحتهم الاطمئنان الواحد يقول من أدخل على أهل بيت سرور لم يرض الله له جزاء السرور اللي حصل أمس هذا يكفي يعني. اطمئنان الأم الأم اطمنت عندها مصدر دخل عندها مصدر دخل هذا إيش أجوره طيب يا جماعة العفة الفقر خطير صحيح الفقر خطير عفة الأسرة بهذه الأمور وإحنا كنا تجينا قصص داخل المملكة وخارج المملكة في قضية العفة ما لا أب موجود ولا مال موجود ولا شيء موجود يستهدفون لكن هذا عفة لهم الأمر الآخر الستر ذا البهدلة الناس فلان وصلنا فلان كذا فلان ودينا كذا ما عندنا كذا يعطونا فلوس كهرباء يعطونا فلوس كذا يعطونا فلوس خبز انتهت الستر الأمر الآخر الصحة هذا الكفالات ترى اليوم جمعية أبطال هذا يعني أنا أقول هذا البطولة اللي أخذوها على أنفسهم إنهم مو بس مو كفالة عادية وبس كفالة كاملة تعليمهم اليوم مهندس رايد وهو عندنا وأنا أقولها لكل من يسمعني اليوم الإخلاص مع اليتيم والبطولة مع اليتيم
انك تجعله في وقت لكبر يعطيك ظهره مستغني عنك، وهذا ما يجي الا بالتعليم باذن الله. يا سلام. وهذا تعليمهم، اتعلم. طيب صحته، فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ما تدرون يا جماعه بعض الامهات ما لها احد، مقطوع من شجره ما عندها الا اولادها، نص الليل يسخر ولادها ما تدري فين تودي اذا ما عندها فلوس. صحيح. تمام. تيجي هذه الكفاله وتشيل. الامر الاخر كله في هذا الموضوع، في قضيه الكفالات يا جماعه، اسعاد الاسره هذه الى امر مستديم كامل. يعني شوف هذه الكفاله، فما بالك لو الكفاله ارتبطت في وقف؟ ايش معنى دائم؟ ايش معنى؟ يعني اعطيك بش. الرسول لما جايبني المسجد، شيخ ناصر لما جايبني المسجد لقي حائط البني النجار، قال بكم تبيعونه لما ندخله في الحرم؟ قال والله ما ناخذ ثمن الا من الله. الان الحادثه هذه لها كم؟ 1400 سنه وتزيد. كم واحد صلى في الحرم؟ اه كثير. وكل صلاه ب 1000 وهم في قبورهم الان. لا حسنات. يا الله. اليوم يا شباب تخرجوا منه، ينتهي البرنامج وينتهي ان شاء الله الوقفه الثاني، لكن يا جماعه تاكدوا والله انتم احياء وبعد عمر طويل، وانتم بس ان نيات حلوه بعد عمر طويل، هذا سيبقى لكم الى ان تلقوا الله سبحانه وتعالى. ترى كفالة اليتيم والله عظمة. وبعدين تخيلوا بعد فترة ما في أيتام، وتتمنى أنك تكفل أيتام، بعض الجمعيات تروح لها الكفلاء مسكين سيرة يتمنون أحد ينسحب. سبحان الله العظيم. إيه ترى عزيزة، فهنيئا لكم. يا جمالك يا دكتور، أنا لأول مرة من أن بدأت البرنامج صراحة أتأمل الموضوع هذا تأمل عميق جدا، وأعتقد بعد طرحك هذا، لأنه ما نبغى نتأخر، لان احنا المحتاجين اصلا قبل اليتيم. والله يعني، وهذا نداء لكل من يشاهدنا الان صراحه، لا نتاخر، لانه يعني الامثله اللي ذكرتها وحاجه اليتيم ووالده اليتيم واحتياجها لابنها وبنتها شيء عظيم وكبير. فما اجمل ان خصوصا الايه اللي ذكرتها يا شيخ، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. انا احفظ الايه بس صراحه ما جت في بالي بدايه البرنامج، ما جت الان، ما جت في ذهني. تستاهل، ليه ما جبتني من اولها؟ فاليوم انت يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. شوف كيف الجمال، يعني فهذا هو الان موطن كل واحد فينا، بانه اليتيم احنا اللي محتاجين القرب الى الله عن طريقه، والنافذه اللي ندخل لله سبحانه وتعالى ورحمته عن طريقه. فما أجمل الرحمة في قلوب كل مسلم. اليوم هذه بوابة بين يدينا، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا مثل هالأوقاف. وأنا أعتقد وأجزم كل من وقف أوقف بماله سواء القليل وإلا الكثير، أنه يسعد سعادة ما بعده ولا قده. ليش؟ لأنه راح يفخر إن كان عمل ذنب في يوم من الأيام وتذكر، قال يا ربي، مثل يا شيخ اللي انطبقت عليهم الصخرة وغيره، مش تذكروا؟ تذكروا أعمالهم الصالحة. يعني انت لما يجيك مصيبه او كارثه وتحدك في الزاويه وتخنقك، زين، تكي مع نفسك شوي تتذكر، ابغى ادعو الله سبحانه وتعالى باعمالي الصالحه. وش اعمالي الصالحه اللي انا قدمتها لله؟ تتذكر انه انت انفقت لليتيم. فالله سبحانه وتعالى ربما ينجيك من همك وغمك وكربتك ودينك ومرضك و بسبب العوده الى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح اللي تعمله. فهذا الان البوابه قدامنا، يعني احنا بنحتاجه في يوم من الايام. خلونا ننفق اليتيم ونعطي بين يدي الله، ثم يكتمل وقفنا ونسعد اليتيم لنسعد نحن. عبد الله الروقي بتقول شيء. انا اقول من كلام ابو معاذ طلعت بشعار يعني ورساله الجمعيه بتعاملها مع اليتيم من النماء الى الاستغناء، يعني يا سلام. في مرحله مختصره بدايه ونهايه، وهذا شيء جميل. عثمان، انا ان شاء الله على اني اكون اول شخص ان شاء الله بعون الله اني اول شخص متبرع بنية الحاضرين كلهم. الله يجزاك خير ابو يمان، الله يكتب اجرك، سباق دائما لكل علم طيب انت وزملائك يا عثمان. جزاكم الله خير، الله يرفع قدرك. ان شاء الله ما طلع من تخلص الفقر بروح الجوال على طول. بيض الله وجهك، دائما كل خير قريب انت واهلك وناسك واهل عمان الطيبين وكل من يقول لا يرحم رسول الله. انا اعرف ان حب الخير في قلبه، وجينا رسائل واتصالات، ممكن شاف بعضكم لما طلع يقرا من ليبيا من الجزائر، نبغى نتبرع تكفون من الكويت من كذا، بس ما نقدر، ما ادري كيف نوصل. لكن اليوم احنا نقول على نياتكم ترزقون. فزي اهل عمان، شوف كيف عثمان يتبرع رغم انه عماني وما يقدر الا انه يعني فتح حساب في البنك وسوى يمين يسار حتى انه يعني بطرق نظاميه يشارك في مثل هالوقف، صلى الله عليه وسلم الاجر. 40,000 واحد منكم يلي تتابعونا، نساء ورجال كبار صغار، تكفون
نبغى الآن تدخلون التطبيق عن أنفسكم 300 ريال في وقف جديد، باقي على البرنامج 20 يوم تزود أو تنقص. ما أجمل أن نفرح كلنا نكون يد واحدة، والله العظيم لو تكاتفنا ها وتعاضدنا تجاه هذا الوقف، نشرنا وغردنا وكتبنا وفي السناب في جروبات الواتساب، اجتمعنا عائلة وقلنا يلا عندهم سهم 900 ريال كل واحد يدفع 200 ولا 100 ونشارك في هالوقف، ورسل الإيصال إهداء إلى قروب الأسرة إلى قروب العائلة إلى قروب كذا، والله إنها سعادة لكم وبركة في بيوتكم وأهلكم. واللي ما يقدر ينشر واللي ما يقدر ينشر فالدال على الخير كفاعلة. 40,000 واحد 300 ريال، 20,000 واحد بكم؟ 600 ريال، 10,000 واحد كم؟ 900 ريال، صح 900 يا شباب؟ فما أجمل إن حنا نكون المبادرين ونغطي الوقف هذا عاجلا بإذن الله تعالى. طيب انا بشوف علمي المداخله عندك انت، تفضل. انا بجيك اصلا، بس عاد عبد الله رفع يده. عبد الله اليوم مبسوط كثير، شو متفاعل؟ مبسوط، بس انا كنت حاسبها على 20 يوم يعني تقريبا لي 2000 مشترك في اليوم 300 ريال. 2000 مشترك 300 ريال على 2000 سهم، تروح 2000 سهم مبلغ 600 ألف في اليوم الواحد. والله ان شاء الله احنا متفائلين. بتخلص بتخلص ان شاء الله خلال هالاسبوع او باذن الله اسبوعين، مع الله شيء صعب بحول الله، والله ممكن يومين ثلاث ايام باذن الله. مهندس رائد بتقول شيء؟ تحفيز لكلامك ابو عبد الاله، للامانه اصدقهم القول البارحه قبل اغلاق الوقت تقريبا يمكن بنص ساعه كان باقي حول 100,000 ريال، بلغوني الشباب من فعلا باقي 100,000 ريال. تواصل معي احد الاخوان الله يجزاه خير وسألني كم المبلغ الباقي بالضبط، أنا قلت له المبلغ اللي باقي 100,000، قال لا معلش تأكد، أنا أعرف أن قبل الوقف ما يغلق أنه في تسارع، فرجعت للإخوان وسألتهم قالوا لي تقريبا حول 80 أو، رجعت تكلمته قال لي إن شاء الله دقائق وأنا أحول المبلغ، قبل ما يحول بثواني اتصل علي سألني قلت الله يا شيخ اكتفى أغلق الوقف ما شاء الله تبارك قدامي حول قدامي حول المبلغ هذا. الشاهد من القصة هذه أنه أنت إذا ما بادرت ترى غيرك راح يبادر، إذا أنت ما أخذت القرار الآن ترى والله غيرك راح يبادر ويكفى اليتيم، فالبدار البدار إن شاء الله يبادرون بكل حب بإذن الله يا رب يا كريم يا رب. عبد الكيرعاني الله يجزاك خير وإياك خير ويا مرحبا بكم جميع. الله يسعدك. رمضان مقبل علينا صدقت، والناس كلها فيها خير، والوقف الأول أكثر من الوقف الثاني صحيح. يعني كقيمة والأجر الأجر عظيم صدقت، فما بالك لا يكتم الوقف هذا يفرحون الأيتام في شهر رمضان في شهر العتقان من النيران في شهر الخير طال عمرك. الناس والله العظيم يا كل اللي تبرعوا وساهموا وانشروا نحن دعينا لهم وإن الناس دعوا لهم في وسائل الإعلام، وانت تعرف الإعلام الحين يشاهدونا بالملايين، فما بالك دعوة بالملايين يعني يدعو لك بالخير، هذه تراها أجرها عظيم عند رب العالمين. عندك إحصائية بهالرقم الملايين؟ ملايين؟ إيه؟ ملايين طال عمرك، هذه قناة الواقع طال عمرك متابعين طال عمرك بالملايين. بس يعني أعطاك أحد الرقم هذا بالملايين ولا بس تعتقد وتتوقع؟ والله حنا طال عمرك شف الملايين إيه؟ حنا متعودين على لغة الأرقام طال عمرك. يا سلام عليك. هنا في قناة الواقع صدقت كإدارة وكمتسابقين، فهذه ما هي بصعبة إن شاء الله، ما هي بصعبة علينا ولا هي بصعبة على أهل الخير، فسأل الله العظيم إن حنا نفرح ويفرحون الأيتام وإن شاء الله ثقة تامة إن الناس اللي يسمعونا ويشوفونا إنهم بيكملون الوقف هذا إن شاء الله قبل رمضان وإن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله. عاد تدري لما تقول ملايين يعني الآن في اليوتيوب، أنا جالس أشوف في اليوتيوب وصل تقريبا عدد المشاهدات 187 مليون ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا على كلامك هذا بس في اليوتيوب والمشاهدات المقاطع، ما بالك اللي هم خلف الشاشة، الله يرفع قدرهم يجزاهم خير دائما على فعل الخير وعلى حب الخير. أنا البارح لما أكتم الوقف صراحة ما دريت إلا من الجمهور، بقولكم الصراحة أرسلوا لي أكتم الوقف أبشرك أكتم الوقف أبشرك، يعني سبحان الله شفت الروح عندهم بشكل مو طبيعي، فرحانين ويغردون ويدعون، فما أجمل حب الخير في نفوس أهل الخير اللي يتابعونا صراحة، وهذا شيء جميل أن كلنا نبادر وما نتوقف بل نكون يد واحدة علشان العطاء. عمشاري بتقول شيء؟ نفسك سبحان الله، أمس الجمهور يرسلوني يعلموني أن الوقف أكتمل. الله لا يحرمنا من الجوالات الموجودة. أنا حمان المدير يعني خذ جوالاتك معي. أبغى أسأل سؤال فني. سمي إذا الجمعية ما أعلنت والقناة ما أعلنت كيف دور الجمهور إذا كنت
المتجر هس خلاص ايه انا هم صوروا المتجر يقول تم بدعمكم تم اكمال الوقف فارسل الصوره فاتصلت على الجماعه في الجمعيه وباركت لهم بهذا الانجاز يعطي العافيه ام سيف على مداخلتها البارحه الله يسعدها يعني في وقتها يعني جتني الفكره انه جميل ما اقدر ما ابغى ادخل عليك كنت بعيد انا فهمت كيف خلني اكلم ام سيف جزاها الله خير وتدخل وكان المداخله جميله جميل. لتفريج بعد يعني ما بكربه ان شاء الله سيف كان يعني عازم نفس الايام اللي راحت احمد العوض بتقول شيء في عيونك كلام كثير في عيوني حكي قول في ملاقاك راحة صل على النبي اللهم صل وسلم أول شيء تقول هذه فقرة مساءات يا غالي مساءات ما بالدروازة ما شاء الله يعني هو كم باقي تقريبا 20 يوم وينتهي البرنامج نعم احنا طبعا أملنا كبير بالله تعالى ثم بالناس اللي تشاهدنا وشيء شفناه والله العظيم شيء يعني يصعب وصفه قل اللي شفته المهندس رأي الطلب من اللي صار يقول مهندس طلب مهندس طلب مهندس رائد يطلب عيوني اعطيته اياه جزاك الله خير تستاهل طيب والله يا ابو عبد الله الله يهونون السامعين انه شفنا لنا شيء انه يصعب وصفه لا من فرح كان بدي اجلس بس كذا اقول انا كيف اسعد ذول مو بس ماده بدك تسعدهم يا اخي بدك تقطع لهم من روحك وتعطيهم الاطفال اللي شفناهم من فرحتهم من طبعا الاب الحنون ابو علي الاب الحنون معاهم كانه ابو فرحتهم الجمعيه من متكامله من جميع الاشياء والله الذي نفسي بده لو يشوفون الشيء شفناه انا يمكن ينزلون ثوابها اللي عليها ويعطوه الله شيء شفناه من الفرحه الله بعضهم يجيب ما شاء الله كان بيتهم او هو بيتهم بالاصح فانا اقول لك هو 20 يوم تقريبا باقي 20 يوم تقريبا 24 ساعه اليوم لو ضربناها تقريبا تطلع 280 ساعه صدق توني ادري ان اليوم 24 ساعه بالله انا ادريت البارح حلو عادي طيب حلو يلا روح هذا كان 280 هذا رياكشن تيك رياكشن تيك باذن الله تصميمي حلو المدير راح خلاص خلاص اول يضحكون ادري كيف ابو عمر يضحكون عبد الله ما يصير يعني تقريبا ان شاء الله نقول 280 ساعه باقي باذن الواحد الاحد والله ان شاء الله احنا املنا كبير بالله ثم بالناس اللي تسمعنا وتشوفنا واهل الخير انه باذن الله اللي يكتمل باذن الله تعالى وانا اكون عادل انتهى البرنامج اكون رايح المدينه ان شاء الله ونحتفل باذن الله انا هناك شعورك من اللي كان معك عبد الله الروقي وبيان بيان بسالك شعوركم وانتم اختلطتم مع الابطال اللي هم الايتام صراحه ايش كان في داخلكم لما طلعتوا تكلمت فيهم حتى تكلمت حتى لا قدام شاشات ولا جوالات ولا شيء تكلمت مع ابو علي والله العظيم انه شعور جميل لا يوصف ابدا يعني انت ابو عبد الله ابو علي اكثر ناس تعرفين ايش صرنا في الشلفحه في السفر ما يحتاج والهجات اللي صارت معنا لا ما نبغاها والله العظيم والله العظيم انه من يوم شفنا بس ابتسامتهم لحالها ان نسينا كل الهموم اللي صارت لنا كله بو. يا سلام الله يجزاك فالحمد لله احنا في ديره خير الحمد لله وباذن الله بيكتمل الوقف باذن الله واللي قفلوا الوقف الثاني بيقفلوا ان شاء الله الثاني والثالث بعد اللي قفلوا الاول بيوقفوا الاول بيقفلوا الثاني والثالث باذن الله جميل عبد الله الروقي ايش في خاطرك بعد ما يعني رجعت ولا قلبك قاسي انت قلبك حجر انا من احن الناس قلوبه صدق داخليا حنون عبد الله حنون انت خارجيا يشوف يقول صلب لكن اعتقد اللي صلبين من الخارج عاطفيين من الداخل شوف ابو عبد الله رجل في عمري ومع ظروف الحياه المتقلبه هذه لازم يتصف بالصفات اللي انا احاول اتصف فيها واثبت عليها يا سلام لا تصير هش ياكلك اطرف واحد يا سلام فلازم تكون يعني ولكن بالنسبه لرحله تملج في صفتين سبحان الله يعني التمستها لما كنت قريب يعني من الايتام يصير عندك انتماء كبير والرحمه اللي في داخلك كلها تظهر يعني انا كنت اشوف انه دائما الاماكن اللي يرتاح فيها الانسان اذا ضاق بيت الله سبحانه وتعالى او يكون في خلال لكن انا اقول لك من المواطن اللي ودك تستهدفها برضه انك تكون بقرب يتيم او تتحاور مع يتيم او تجلس معه او تاكل معه فعلا حسينا بانتماء كبير جميل طيب فيها تقرير للشباب ورحلتهم التقرير هذا مدته يعني حلوه زين يمكن 8 دقائق وحولها ايش رايكم ناخذ يا دكتور ويشوفون الجمهور ونشوف حنا بعد رحلة أحمد العوض وعبيان وكذلك الروقي سمي أحمد أنا من زمان وأنا بذكره سم طال عمرك فيه فكرة عجبتنا بالجمعية أنا قلتها أني شفت جمعيات لكن مثل الجمعية اللي أنا شفتها أول شيء دخلنا طول الله أعماركم اللي هو المبنى حلو أنا قلتها لأبو علي قلت أنا معهد أو أني بجمعية ما شاء الله لأني أنا كنت غرفة متكاملة من أجهزة الحاسب وغرفة متكاملة من أجهزة فصول تعليم وفصول تربويه حتى مثلا الولد اللي والديه يجيبونه يقول نبيكم تعلمونه ياخذونه بغرفه خاصه يتكلم عنها وش يقول ليش انت تزعل امك ليش ما تصلي من هالكلام يعني شيء تربوي من غير المادي رحنا فوق يا طويل العمر فصول الحاسب والانجليزي احنا صغار ما نعرف الانجليزي هم ما شاء الله علموه الانجليزي
رحنا فوق بزياده اللي هو السطح حتى شبر صغير مستغلينه ما شاء الله، مخلينا جلسات ترفيه وجلسات رسم وحلقات تحفيظ. ويوم جينا نبي نطلع رحنا الحفل فيه، انا ضميت لي طفل احس منها بنت، طبعا اعتقد من بنت ابو علي هي ولا لا، احس منها اقول بهديها وامسح زي كذا واكلمها اقول امسح على راسها يتيم. طلعت من جنبي ابو علي قالت له بابا، قلت متعود انهم يقولون بابا لجميع الموجودين صحيح. اثرها طلعت بنات بنت ابو علي، سالت والثانيين اللي معانا بالجمعيه جايبين بناتهم، سالت وش الفكره، طلعوا ما شاء الله نص اللي بالحي او اللي باملج نصهم سواء ابوانهم حيين ولا مو حيين دمجينهم مع مين؟ دمجين مع الايتام، تعايش يعني دمج يعني فكره جميله. فاقول لك يعني شيء يقشعر قلت لك صعبه وصعبه محسوبه لكم، بيض الله وجهكم على فكره، الله يجيكم ويكتب لكم الاجر، الله يسعدكم جميعا. طيب انا استاذن دكتور محمد السيد والمهندس وانتم يا شباب في تقرير زياره المتسابقين احمد العوض ومحمد ال عبيان وعبد الله الروقي، وبعد هالتقرير ان شاء الله نرجع ونتناقش في بعض الاشياء الحلوه. الرحله بالله لا تذكرني فيها، والله اني احاول اتنسى اي رحله. يوم كنت مع الاطفال لا الى هذا شيء اخي شوي ورم الشماغ والعب معاهم وانام عندهم والله. الامانه انه جيت انا للجمعيه بسئله وانصدمت الامانه من الرد، ما توقعت ان الجمعيه تصرف المبالغ هذه في السنه. احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب المسلم، كيف اذا كان هذا المسلم طفل يتيم. مساكم الله بالخير جميعا في الرحلة اللي كنا ننتظرها وفرحانين جدا ان حصلنا عليها انا واخواني اللي معاي في السفارة في مدينة أملج، المدينة اللي نحبها ونحب مجتمعها، وقدام جمعية أبطال أملج، الجمعية اللي شاركنا معها في وقف أبطال أملج في مدينة مكة برفقة النجم المنشد أخوي محمد آل عبيان والنجم المهندس أحمد العوض أخوكم المنشد الشاعر عبد الله الروقي. يا مرحبا بكم، إيش رأيك حمود؟ والله ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله نحن وقفنا ونشوف الجهود الجبارة اللي سوتها الجمعية، وبإذن الله بتشوفونه بالتغطيات، ونسأل الله أن الوقف يكتمل والتغطية بإذن الله تنال على إعجابكم، والله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. أول شيء أنا من الناس اللي كنت أتمنى البرنامج يخلص عشان أجي وأزور جمعية أبطال أملج، لكن الحمد لله والشكر صارت هذه الأمنية وتحققت وأنا بالبرنامج، ودي أتعرف عليهم شخصيا وأمزح مع الأطفال كل حاجة. تعالوا معنا بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساك الله بالخير يا ابو علي، شوف بارك يا صاحبي، الله يسعدك حالك، الله يسلمك، الله يرفع قدرك، سعيد بشوفتك يا هلا وغلا، الله يعافيك، كيف الحال؟ عساكم طيبين. تقول هاي ترى زين عندي والله العظيم، لكن يوم كنت مع الأطفال لا إلى هذا شيء أخي شوي ورم الشماغ والعب معاهم وأنام عندهم والله، يعني هذا من الأشياء اللي شدتني وسعدتني بزيادة والله العظيم. فأنا رسم علي ابتسامة وبسط كيفهم عاد، فالله يعطيهم العافية، والله هذه من أفضل الأشياء اللي شدتني اليوم صراحة. ومن ناحية الأماني والله العظيم اني ما ودي ارجع، اول مره اقولها، ودي اجلس وبالذات اجلس بالجمعيه، حتى قلتها لابو علي قلت دور لي غرفه بجلس عندكم هناك. نكمل جولتنا ان شاء الله اللي من خلالها نشوف ايش الجمعيه تقدم، بالذات احنا نتكلم عن شريحه البنات او الفتيات. حياكم الله في القسم النسائي، تفضل حياكم الله. ما تقدم الجمعيه
طبعا هذا الدور احنا سبق ونفذناها دورة صيانة الجوالات. الحمد لله في منهم من فتح باب رزق ومحلات ما شاء الله وهذا فضل من نعمة من ربنا يجيهم دعم بالضبط الجهات الداعمة. طبعا احنا حبينا ان يكون من بداية انطلاقة دخولهم ان يكون في حاجات محفزة وهم طالعين يبدون في قراءة تفضل حياكم الله تفضل. كان احنا في هذا هو مكان استقبال المعلمات لامهات الايتام عندنا من المكان اللي احنا فيه هذا يناقشون بعض الامور العامه يعني مثلا مستوى الدراسه احتياجات العامه للاسره بشكل عام يعني المكان هذا طال عمرك اللي هو القسم النسائي هذا مكتب مشرفه القسم النسائي للامانه يا اخوان خلينا نقول من المكان هذا تحل الكثير من الامور الخاصه المكتب اللي احنا فيه هذا هو مكتب الباحث الاجتماعيه إضافة طبعاً زي ما قلت لك المبنى اللي عندنا هذا مستأجر حاولنا الاستفادة بأكبر قدر ممكن من مرافق المبنى فمكتبين ممكن ندمج مكتبين أو وظيفتين في مكان واحد. هنا مديرة التطوع طبعاً ولله الحمد منها جمعية أبطال هي الجمعية الوحيدة على مستوى المنطقة اللي عندها وحدة تطوع خاصة الإيتامات عندنا فأقول الفتيات أو البطلات لتأهيلهم في اللغة الإنجليزية ابتدائي متوسط ثانوي لهم طبعا منهج خاص فيهم يدرس لتأهيلهم للغة الإنجليزية وأبشركم بشارة خاصة يعني عندنا يتيمات ما شاء الله تبارك الله صغار في السن لكن مبدعات في اللغة الإنجليزية هذا فضل ونعمة من رب العالمين. أمر آخر يعني نسيت أن أذكره في بعض الأحيان يكون عند الطالبة واجبات في الرياضيات في المواد الأخرى تيجي هنا فترة المساء مع حقيبتها في عند المعلمات يدرسونهم ويساعدونهم في حل الواجبات فاحنا بالطريقه هذه نوفرنا على الاسره انها تروح تبحث عن معلم خاص او شيء فكان الموضوع يعني الجمعيه ما شاء الله متفرع من غير المال بالضبط تساعد في التربيه وفي التعليم بالضبط يعني ما شاء الله هذا من ضمن اهداف الجمعيه. الله يتهبتم ولا باقي نكمل قدام يلا حياك الله تفضل. هذا معمل الحاسب الالي طبعا ما شاء الله واحنا زي ما قلنا نحاول نكون قريبين جدا من بناتنا في تاهيلهم لما يحاكي لغة العصر. الآن أصبح اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي من أهم الأمور اللي لابد أن يؤهل لها من ضمن الأهمية بالضبط. في أيضا بالنسبة للتأسيس في موضوع الحاسب الآلي في عندنا كتاب خاص بالحاسب الآلي تأهيل الفتيات لموضوع الدراسة إحنا عندنا شراكة مع المدارس في بعض المعامل ممكن نستخدمها لكن زي ما قلت لك مسبقا بحكم المبنى مستأجر وبالكاد يعني يكفي احتياجات الجمعيه وان شاء الله احنا طموحنا عالي وصفنا ما له حدود باذن الله تعالى راح تكون عندنا اكاديميه خاصه بالايتام باذن الله تعالى ما شاء الله. بس للامانه والله من شوفت اول يتيم جلسنا معه نسيت كل التفاصيل وشكرت من اعماق قلبي كل شخص كان سبب في جيتي سفاره للجمعيه واغطيها. هذا السطح وصلت الحمد لله اللي انا ابغاه. طبعا المكان هذا حبينا ان احنا نستفيد من خلينا نكون شفافين يعني انا اقول لكم المبنى هذا غير يعني خلينا نقول احنا كنا نطمح للافضل لكن قاعدين نسوي الشيء اللي ما شاء الله بيدينا واكثر ان شاء الله يضل الله يجيك والله هذا هو السطح خلينا نقول كل شفافيه يعني لكن اهلنا انه يكون مكان للتعليم كذلك مكان بالضبط كملتوه. هذا هنا خلينا نقول جامع مصغر في حلقات مبسطة تحفيظ القرآن الكريم يجون الأمهات وبناتهم فترة المساء ويحفظون جزء أو جزئين من كتاب الله وفي معلمة خاصة تعطيهم وقت البريك يروحون يستمتعون هنا بالضبط خلينا لا تحرق عليها الجو يا أحمد الله يسلمك تفضل حياكم الله يا ما شاء الله. هنا فصل الفنون اليدوية طبعا شوف للأمانة عندنا مبدعات في الرسم ما شاء الله تبارك الله على الرغم من صغر سنهم لكن في الأعمال اليدوية في الرسومات تروح أعمارهم بين احنا في الجمعيه اللي رسم سبع سنوات من سبع سنوات الى 13 عفوا الى 18 سنه ما شاء الله اللي اكبر من 18 سنه لهم تعامل اخر يعني هذه الاطفال اغلبها هنا اطفال يعني بالضبط تفضل حياكم الله خليكم هنا تفضلوا حياكم الله. طبعا هذا الفصل الاعمال الفنيه بس انتبه المويه فوقك المويه غيم انا صدقت اقول مويه لا سوينا غيم ولا واقول كذا انا قطرات نازله هذه من ضمن ابداعات ابطالنا ما شاء الله تبارك الله او البطلات الله يحفظهم ورسوماتهم هنا بعض يعني صغار السن نعطيهم العاب الذكاء والصلصال والامور هذه كنوع من زي ما قلت لكم ما نخلي كل انتقال لموضوع التعليم في شيء من الترفيه وتغيير لشيء الافضل ان شاء الله. تعبتوا ولا نكمل؟ باقي كامل يلا تفضلوا حياكم الله اهلا وسهلا يا مرحبا
تعالوا شباب تعالوا يا شباب ولا اي شيء بتخلي يلا حياكم الله حتى الزوايا تفضلوا شوف احنا عارفين خلينا نشوف نقول عارفين صعوبه ماده الرياضيات بالذات على الاطفال صح ومن ضمنها مثلا زي موضوع الجدول الضرب احنا في وجود معلمه تعطيهم دروس في الرياضيات وتاهيلهم حلو. الحمد لله كما عندنا فتيات متميزات في الانجليزي في الحاسب الالي كمان في المواد العلميه ابشركم عندنا متميزات تعبتوا ولا باقي باقي كملنا باقي. اللحن يلا حياكم الله تفضلوا تفضل طلع هذا خط المعلمة ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك العافية هذا بحد ذاته فني يعني الله يسعدك شوف انت لجل تخلق او تستثمر في انسان لابد ان المعلم له يكون اساسا متميز فعلا. فمن خلاله يقدر يستقي التميز والابداع تفضلوا نكمل جولتنا ولا تعبت لا 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 باقي يلا تفضلوا حياكم الله هي بعض الحاجات الجاذبة للاطفال الأمان أنه جيتنا للجمعية بأسئلة وانصدمت الأمان من الرد ما توقعت أن الجمعية تصرف المبالغ هذه في السنة يعني تصرف توصل إلى 5.5 مليون إلى 6 مليون يصرفهم في السنة فعدد كبير مبلغ قوي فما توقع أنه وقفة لوقفين ولا ثلاثة اللي راح تسد الحاجة هذه في العادة أستاذ رائد إحنا أي عمل الجمعية يتصلون عليه احنا زي فريق مساند تبع الجمعيه ما شاء الله في اي برامج مو بس البرنامج هذا يعني اليوم عندهم الفرصه اليوم فرصه اللي هي توزيع التمور ما شاء الله احنا جينا اليوم يعني ننفذ هذه الفرصه التدخل السريع عندكم اي بكره ما شاء الله يكون في برنامج ثاني على طول نكون متواجدين للجمعيه كفريق مساند تساعدونها بكل شيء في كل شيء ما شاء الله اخي الكريم في هذه الدقائق والله احب اني اوصل رساله شكر لفريق العمل اللي صراحة يعمل بكل جد واجتهاد ومثابرة وينسى كل تعب وكل ألم متى ما شاف يتيم مبتسم أيضا وصل شكري وامتناني واعتزازي بالمجموعة والنخبة الطيبة اللي زارونا من قناة الواقع الأحبة الكرام اللي كانوا معانا اليوم وعاشوا جونا عاشوا تعاملنا شافوا إحنا إيش نقدم للأيتام وهذا يعتبر شيء قليل في حقهم لكن إحنا ساعين ومستمرين بإذن الله تعالى لأنه نلبي كافة احتياجاتهم سقف أحلامنا عالي همتنا بإذن الله وعزيمتنا قوية بإذن الله مستمرين أكرر شكري واعتزازي فيهم أشكر القناة قناة الواقع القناة الجميلة الرائعة المحافظة اللي من خلالها وصلت صوتنا وصوت أيتامنا لمين للناس المحسنة للناس الباذلة للناس أصحاب العطاء لهم منا جزيل الشكر والامتنان والدعوات الصادقة أن يبارك لهم ربي في كل ما وهبوا من خير لهذه الشريحة أو كل من قدم مساعدة سواء من نشر موضوع الوقف أو من ساهم برسالة أو حتى بدعوة لهم منا جزيل الشكر والامتنان إذن مشاهدينا مثل ما شفنا رحلة الشباب إلى جمعية أبطال أملج لرعاية الأيتام كاميرتي هنا يا مخرج أعطيهم العافية على بذلهم وعطائهم ويعني الأجر على قدر المشقة يعني تعبوا الشباب حبتين لكن رجعونا بالسلامة ورأوا الأثر الجميل بالاختلاط مع الأيتام وشكرا لجمعية أبطال أملج لرعاية الأيتام لتهيئتها لمثل هذه الأوقاف للأيتام وتهيئتها لنا إحنا لأن إحنا اللي محتاجين مثل هذا يعني ممكن سمعنا في التقرير ويوم سمعت أنا كنت أتناقش أنا المهندس عن مصروفاتهم السنوية بصراحة ما أدري انصدمت ما أدري شجاني قلت 5 مليون سنويا تصرفون على الأيتام قال نعم الآن مثل هالوقف وأنا دائما أحب الحسبة الرياضية مثل هالوقف تقريبا يعني اللي قيمته 15 مليون يخلص الأول يعني الإيرادات السنوية بالحسبة العقارية 1,400,000 1,300,000 1,200,000 حوالي العقار من 8% 7% وفي مكة 5% يعني ممكن أقل من مليون بعد يعني مكة العقار فيها كإيراد بيكون أقل من المدن الثانية فمثلا قلنا خلوها مليون يعني الآن يبقى 4 مليون عند الجمعية بحاجة إلى أنها تعطي الأيتام علشان كذا هم أقاموا مثل الوقف الثاني اللي حنا فيه الآن ونتكلم عنه وقف الأيتام بمدينة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم خلونا نكون مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين 40,000 واحد منكم يلي تشوفونا ب300 ريال نقدر وعلى بركة الله نكمل هذا الوقف مثل ما أكملنا الأول وما في شيء صعب على الله سبحانه وتعالى وما في شيء صعب علينا إحنا لأن إحنا اللي نبي
رحمة ربي من خلال هالنافذة اللي هي هالأيتام وأهل الفضل. دائما أقول هم الجمعيات لتواجدهم معنا حتى يخلونا نتشارك ونتبرع ونكفل الأيتام بكل سهولة ويسر. أنت جالس مكانك تكفل يتيم. ترى أولا أذكر موقف أحد المشايخ، ولا يعني خدت الوقت عليكم يا شيخ الله يرفع قدرك، أذكر موقف في أحد المشايخ جاء في ملتقى من الملتقيات، كان يتكلم عن كفالة الأيتام وقال في جمعية موجودة الآن معنا عندهم زي الكشك أو كذا جالسين برا، كل من أراد أنه يستقطع من راتبه شهريا مبلغ وقدره لكفالة اليتيم، وحث الناس على موضوع التبرع وكفالة الأيتام مدى الحياة. والله يا جماعة الخير يا شفت المنظر والناس ماسكة سرة بشكل مو طبيعي، يعني ممكن يوصل دورك علشان تعبي الاستبيان أو الاستمارة يبغالك نص ساعة إلى ساعة حتى تصل إلى الموظف. ما كانوا يتوقعون قوة الناس وإقبالهم على الموظف اللي ما كان يتوقع العدد هذا كله. فالناس فيهم خير يحبون الخير. الآن الجمعية وفرت لنا وأنت جالس مكانك، ما يحتاج تروح لهم في أملج ولا يحتاج تأخذ استمارة وتعبي الاستبيان وتتعب نفسك. في جوالك في 20 ثانية تتبرع ب300 عن نفسك، ب600 عن والديك، ب900 عن أسرتك وهالبيتك حتى ربي يحفظهم، وتكون كافل للأيتام ومع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله الروقي اليوم محلق ويبي يشارك. الاستقطاع اللي كان في القصة ما ذكر لك المبلغ، لأن أتوقع أنه حيكون في فرق كبير بينك تدفع 300 مدى الحياة وبينك تستقطع شهري في الزمن الماضي. يعني الفترة أذكر ذيك الأيام كان 200 ريال شهري يستقطعونها من حسابك مدى الحياة إلا في وقت أنت تبغى توقفه من البنك. لكن مثل الجمعية الآن جعلوا لنا فكرة جميلة اللي هي 300 ريال مرة واحدة بس، ما راح يأخذون عليك من راتبك شهريا، لا مرة واحدة، ولا 600 ولا 900 ولا شقة ب 380,000 وخلاص. هي يكتمل الوقف، معناها أنك تكفل أيتام مدى الحياة من خلال إيجار أو إيراد الوقف اللي راح يكون في المدينة المنورة. أبو معاذ نبغى كلمة لكل من يشاهدنا، 40,000 واحد وأنت مع الأيتام وتعرف حاجة الأيتام لمثل هالوقف اللي إحنا بدأنا فيه الوقف الثاني. الله يكرمهم يا رب يسعدهم. سبحان الله، خليني أذكر قصة. هذه القصة ما أقول قالوا لي، عشتها. أحد التجار ماله مو كثير جدا، لكن كفل كفالات كاملة، يعني رعاية كاملة لليتيم. قدر الله أنه أشرف على شيء من هذا. اليتيم كان في أحد القرى، أبوه توفي طبعا، اثنين من أخواته لا يرون. تخيل يعني اليوم أبو علي، وأنا قبل التقرير هذا أقول لأبو علي أنا أشكر أبو علي على هذا الجهد المبارك، وأشكر زوجته أم علي هي ماسكة قسم النسائي ما شاء الله، واللي قاعد نشوف ترى في المبنى ترى إخراجهم وتصميمهم ما شاء الله، فهنيئا لهم. عائلة مباركة بعضهم بعض، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، امرأة عظيمة وراء كل رجل فاشل امرأتين. فسبحان الله، يعني في أسرار. يعني يا شباب حتروحوا بيوتكم بإذن الله وأعمالكم، واللي تبرعوا حيروحوا ويسافروا. تخيلوا أنتم مبسوطين في أي مكان، الأسرار اللي قاعدة تسير في أملج في كفالة الأيتام قبل ما يكون لأبو علي وأحد أجر يكون لكم أجر. ولذلك أتذكر هذا اليتيم، هذا وضعه، أمه بصرها بسيط جدا، فقر شديد في أحد القرى، تخرج من الثانوية، وفين تبى تروح يا فلان؟ قال والله نفسي أروح جامعة بس ما حد يقبلني إلا تربية خاصة. مثل هذه الأوقاف تكفله، ودته من أملج إلى جامعة الملك سعود. بعد سنة رأى الكافل إنه يزوجه، وجاء بنت جيرانه ما شاء الله كانت تتمنى تتزوجه عشان تقوم فيه، فزوجهم وجابها الرياض، وصارت هي توديه وتجيبه. اتخرج فلان من جامعة الملك سعود 65، يعني نسبته 4 وشوية، امتياز. ثم بعد ما خلص رجع عبد العزيز إلى المدينة، أصبح موظف. الآن عبد العزيز يحضر الدكتوراه. انتهينا من عبد العزيز. الرجل هذا اللي كان أمواله مو مرة، يعني أقسم لكم اليوم أمواله بالمليارات، ولذلك هو يقول سري في هذا اليتيم. وأنا أقول يا أحبة، إما اليوم إني أدفع مباشرة أنا وكافل اليتيم كهتين، ما أقدر يا أخي أدعو. والله يا جماعة بقول لكم شيء، أنا لما أدعو أمشي يقولوا ليش بك محمد مبسوط، أقول يا أخي دعيت ربي حيعطيني ولو بعد حين. اللي ما يدعو يأمل في إيش؟ أدعو إن الله، وأنت يا أبو علي أدعو إن الله يسل لنا اكتمال هذا الوقف هذه الأيام، والله حيستجيب إن شاء الله. اللي ما يقدر أيضا بعد ما يقدر يدفع ويدعو،
أيضا ينشر. وأنا من عندكم أبو علي ميدان، مو قضية جمعية اليوم بكرة يا أبو علي، الليلة يا أبو علي حيدخل في هذه الجمعية، لكن أنا أقول اليوم 3 أسهم للمتسابقين الموجودين، 3 أسهم لأمهاتكم، تمام، 3 أسهم لأي أحد ما يستطيع يتبرع، 3 أسهم لكل من يدعو ينشر هذا الوقت. تمام، ومستبشرين هذا. لا والله لا، يعني يعني شوف اليوم مو بس أجر الدلالة، يعني زي ما يقول الشاعر: يا عباد الله حبوا ليس غير الله ربوا، إن في القرآن آية ذكرها للقلب طبوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. الله الله الله، ما شاء الله عليك. تحية للدكتور محمد السيد، ما شاء الله تبارك الله على هالكلام الجميل. الله أنت جميل، الدرب ما شاء الله عليك، يعني تعطي الكلام القصير المختصر ويصل للقلب، فأنت قدوتك وقدوتنا جميع محمد صلى الله عليه وسلم، لأوتي جوامع الكلم، يعني يعطي الكلام القليل له الفوائد العظيمة. فبيض الله وجهك أبو معاذ، وقلت كلام كبير جدا، يعني وبادرت بتبرعات الجمهور ولمن دعم وللمتسابقين ولمن نشر أيضا له يعني أسهم من أبو معاذ بيض الله وجهه. والله يا شباب تراني نحبكم في الله، الله يسعدك، أحبك الله. تواجهناك هذه الساعة المبروكة، وأنا صادق يستاهل أبو معاذ. هذا يعني كل من يشاهدنا الآن، إحنا ما ودنا يعني يروح البرنامج، وإحنا صراحة هدف عندي وطموح عندي ورغبة إنه يكون البرنامج الأول، يعني من يوم دخلت لقناة الواقع إلى الآن كنا نكمل وقف وقف ونصها حواليها برنامج ذا، خصوصا والله رغبة داخلية يعني إنه يكون وقفين تكتمل بإذن الله، يعني هي 40,000 سهم، 300 ريال قريبا بإذن الله. خاف ما يجي الفجر اللي يبشرنا يا رب يا كريم، يعني 40,000 واحد من يشاهدون الآن بتبرعهم الآن، أو قدم بطاقات إهداء لمن تريدون، 300 عن نفسك أو 600 عن والديك أو 900 عن أسرتك، وانشروا الإهداءات وخذوا بطاقات الإهداء، تواصلوا مع الجمعية، رقمهم موجود أسفل الشاشة، ويعطونكم بطاقات الإهداء، وأيضا فيه وثيقة تأسيس أنك أنت من أسست هذا الوقف اللي هو في مدينة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نتأخر، خلونا من الآن تبرع في 20 ثانية ونسعد إن شاء الله يا 40,000 واحد اللي تشوفونا. أنا ودي أنت وأنتي اللي تشوفونا الآن أنكم تكونون من ضمن 40,000 هؤلاء، لا تقولون الناس بيتبرعون، لا، ودي أنتم تكونون منهم، وأنا إن شاء الله بإذن الله سأبادر وأتبرع بنيتي ونية والدي وزوجتي وأولادي، ونية من أراد التبرع وما يستطيع، خصوصا منهم خارج المملكة العربية السعودية وما قدروا أنهم يشاركون، بإذن الله سأتبرع بأسهم في هذا الوقف المبارك، وأنا والله المستفيد ترى، أنا لما أتبرع والله أنا المستفيد ترى، لا يصير واحد، إحنا بس نحفز أنفسنا ونحفز الناس. مهندس بتقول كلمة ثم ننتقل لأشياء أخرى. والله أقول إن شاء الله أنه ما في شيء صعب في الدنيا هذه طالما في توكل الله سبحانه وتعالى. إحنا بدأنا الوقف الأول وكنا في قلق في تخوف ممكن ينتهي برنامج وإحنا ما انهينا الوقف الأول، لكن فضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدائمين والمحسنين اللي يتابعون الآن انهينا الوقف الأول، فمعناته إن شاء الله ما في شيء صعب أن نقدر ننهي الوقف الثاني، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله أنا على يقين وثقة بالله سبحانه وتعالى أن راح ننهي الوقف الثاني في أيام معدودة بإذن الله تعالى. بإذن الله. الله يجزاك. أبو معاذ في سؤال عندي وفي خاطر ممكن يتبادر لأذهان كثير من الناس. يطرح نفسه ولا يبطح. يطرح نفسه ويبطح نفسه. السؤال يقول: الآن وقف وقف وقف، الأوقاف نراها كثيرا على القنوات الفضائية، ليش الوقف بالذات؟ ليش الجمعيات حرصت على مثل هالأوقاف والتسويق لها والكلام الدائم عنها، فالمتسابقين يذكرون والمذيعين يذكرون والمشايخ يذكرون وإلى آخره؟ فأنت ابن الإعلام وكذلك متابع مثل المتابعين من خلف الشاشات، إيش ممكن يكون الرد؟ الرد أول شيء أنت ذكرته شيخ ناصر اليوم لما ذكرت نسبة الوقفين، لو اكتملت الوقفين إيه؟ بالنسبة لي جمعية أبطال مثلا أو أي جمعية في، يعني إحنا نرى مدن المملكة كلها هي مدينة لنا، هذا الوقفين كلها لن تؤدي مع الأيتام إلا إلى 25% الله من الميزانية. إيه؟ يعني إحنا نشوف أوقاف نقول ما شاء الله جمعية أبطال بهذا فقط ترى ما تكفيهم بعد، وباقي عليهم هيدك 3/4 يسافرون كل مكان حتى يجمع الله، تمام. هذا واحد، لكن يكفي في 25% فيها استدامة كاملة. يا سلام. اليوم والله يا جماعة بقول لكم شيء، أسألكم سؤال: لو من كفلوا الأيتام حيموتوا؟ لا والله ما حيموتوا، لهم الله، ترى والله ما جعل الله المستفيد اليتيم إلا من أجلنا. يا الله يا خلي الناس تستفيد. صحيح. كفالة الله يبغى يدخل الناس الجنة، لكن يبغى على طول عن طريق الأيتام.
يعني إذا يجي واحد كذا بس يقول لرسول الله يا رسول الله أدعو الله أن يلين قلبي، يقول له امسح على رأس يتيم على طول، امسح على رأس يتيم. فكيف لو كفلته مع مرافق؟ فتأكد يعني هذه الأوقاف أصلا ديمومة، يعني إن شاء الله السنة الجاية كمان وقف وكذا. لكن أنا أقول والله لما ندخل ونزور أكثر جمعيات الأيتام في السعودية وخارج السعودية يقول ما رحمنا الله سبحانه وتعالى بعد، يعني بعد رحمة الله سبحانه وتعالى إلا هالأوقاف. يا سلام، في ديمومة. حتى أبو علي اليوم أتوقع أنه حيرتاح شوي من هدك بعض الموازنة. صحيح، بشكل كبير. جزاك الله خير. أنا أذكر إحدى الجمعيات شاركوا معنا واكتمل عندهم موقف قيمته ممكن 45 مليون أو لا عفوا جمعوا في البرنامج 48 إلى 50 مليون وقفين كملوها. فأقاموا مشروع من المشاريع من خلال إيراد وقف، مشروع تجاري. مشروع التجاري هذا ما شاء الله تبارك الله مبيعاتهم اليومية فقط من المشروع اللي هو مطعم كبير بيعهم اليومي 100,000 ريال. هذه الجمعية الخيرية، هذا الذكاء في، أنا أسميه ما أدري يعني سمي ذكاء عند الإدارات الشابة الجمعيات الخيرية. يعني وقف اكتمل، جاء منه إيراد، راحوا افتحوا مطعم زين. المطعم هذا صار له إيراد يومي 100,000. 100,000 في عرف المطاعم يعني صافي ربحها يعني 20,000 يوميا في الشهر، 600,000 في السنة كم؟ 7 مليون 8 مليون. شفت كيف الذكاء؟ فمن خلال التبرع اللي تبرعون الناس على سبيل المثال مثل هالوقف الآن، ترى الجمعية مو وقف وبس، لا الجمعية في ذكاء عند الإدارات الشابة من ضمنهم المهندس رائد الجهني. وهذا الذكاء صراحة في الجمعيات الشابة اللي نشوفها هالفترة أنه في يعني فيه دبرة على قولتهم، يعني حسن إدارة، حسن إدارة، يعني يعرفون كيف المال يؤخذ وكيف يصرفونه بطرق متعددة. يعني أنا باعتقادي الآن عندهم وقفين بأفكار جديدة وإبداعية، ممكن الوقفين هذه تكمل أوقاف أخرى من خلال مشاريع أخرى. فهذا هو. وفي الأخير كل من اشترك يا أبو معاذ في الوقف اللي ذكرته قبل شوي يفتح مشروع تجاري، هل إيراد المشروع التجاري هذا يكون في ميزان حسناته وإلا الوقف الأول يكون ميزان حسناته؟ شو السؤال؟ نفهمه؟ اللي كمل الوقف إيه؟ الجمعية فتحت مشروع تجاري مطعم دخل إيراد، الإيراد هذا صار لصالح الجمعية اللي تبرع. شيخي اليتيم، اليتيم إذا توظف وجاله راتب يا بخت الكافل الأول في الوقف. الله، يعني هي هذه قضية الكافل، أنا وكافل يتيم كهتين على طول. هي هذا السبب، لأنه مو إحنا ما ننظر للاستدامة للكيان الوقفي. هذا منه تزوج أشياء. أخذ رواتب، من صنعه؟ يا سلام، جمعية. طب مين هذا الوقف؟ من أسس؟ فهذا القضية. والله أنا أقول يا شباب، بس أنا وأنا ماشي مع الأيتام يعني هذه السنوات، يعني أتذكر في يعني طفلة، أنا بس قاعد ما بقول إيش قالت لي الطفلة، بس تخيل أنتوا وإحنا يوم القيامة كذا وإحنا جالسين تمسك طفلة كذا تقول لك ترى أنا قلت للرسول إنك كفلتني تعال. يا الله يا جماعة، حيمر علينا مثل هذه المواقف والله حنتذكرها. ترى اللي قاعدين يسوونه يا جماعة، أنتوا كم عددكم؟ كم عددكم؟ كم عددكم؟ هم في الأساس الحين 16 موجودين، يعني إن الله يختاركم، يختاركم من أكثر من 30 مليون. يا الله، حتى والله ترى هذه يا جماعة يبغى لها شكر يعني. والله الحمد لله، شكر الله. الله يعطيك العافية دكتور، بارك الله فيك. وإحنا متفائلين إن شاء الله مع أهل الخير بأنه 40,000 سهم اللي ب 300 ريال أو 20,000 سهم إذا أنت بتدفع 600 ريال راح تكتمل قريبا أو 1000 كم حسبة؟ 900 900 ريال 1000 شخص ب 900 لا عفوا 10,000 900 ريال هو سهم الأسرة، نقدر نكمل الوقف ونفرح كلنا. فأنفقوا ينفق عليكم من ربي سبحانه غير وتعالى. غير 13 سهم، أنا 12 والشيخ عثمان سهم، سهم يحسبوها يعني لا تروح. أكيد نحطكم القائمة، الله يكتب أجرك وأنا معكم كذلك. يا شيخ ناصر، طيب عندنا فيها كيكة، ولكن قبل الكيكة في اتصال من والدة أيتام أو والدة أبطال إن صحت التسمية لجمعية أبطال الأملج لرعاية الأيتام، مشكورين. معنا أم فيصل، مساك الله بالخير يا أم فيصل وحياك الله معنا على الهواء مباشرة. مساء النور. مساء النور أم فيصل، أنت معنا الآن وأكيد أنك تتابعين الأيام اللي راحت، في فرحة عندك وأنت والدة لأبطال، وش في خاطرك من كلام ودك تقولينه بعد أن أكملنا بفضل الله مع أهل الخير اللي دعمه؟ والله ولله الحمد، الإنجاز الجميل، الإنجاز اللي تشكرون عليه اللي هو قسم الأبطال في محافظة أملج، يعني صراحة هذا القسم يعني قام بواجب على الوجه المطلوب بالذات الرئيس اللي هو المدير اللي هو أبو علي،
يستاهل. يعني شوف عدد الأيتام اللي شملها القسم هذا، فالتخصص حلو لما يكون مثلا الجمعية هذه خاصة بالأبطال، يعني اللي هم الأيتام خاصة لهم، يعني غير الجمعية العمومية. لما تكون جمعية عمومية طبعا حيصير الضغط كثير، لكن لما يكون في تخصص أنها جمعية خاصة للأيتام الكل بيستفيد، وأيتامي أنا استفادوا، وصديقات لي أمهات أيتام يعني برضو استفادوا، وكل يثني على أبو علي يستاهل، والعاملين معاه، لأنه كل شيء بترتيب، يعني كل شيء له موعد، كل شيء استلامه له موعد، بالشتاء بالصيف، يعني استراحة، أدوا واجبهم على الوجه المطلوب، ونسأل الله لهم الأجر العظيم. اللهم نسأل الله لهم الأجر العظيم، وكل من ساهم، كل من ساهم بهذا العمل له الأجر العظيم من عند رب العالمين إن شاء الله وبإذن الله. طيب أنت والدة أبطال الجمعية، الجمعية وش يقدمون لكم؟ خلوا الناس اليوم يسمعون، لأنهم تبرعوا كملوا وقف، اليوم عندنا وقف ثاني. والله في عندهم كفالة يتيم، في عندهم الشنط المدرسية، في عندهم كسوة الشتاء، في عندهم الأجهزة الكهربائية التدفئة، في عندهم الأجهزة اللي هي الصيفية مثل المكيفات، مثل عندهم كمان يساعدون حتى بتأتيث منازل ما شاء الله. صراحة يعني الأبطال هذه شيء يفرح الصدر والله، يعني الصراحة يعني أنا من المؤيدين لها، وأنها تتوسع وأنها تكبر، لأن المحافظة كبيرة وفي قرى حواليها، ويعني كثير أعرف كثير يعني استفادوا منها، كثير يعني أعرفهم استفادوا منها والله. الله يكتب أجرك، فنسأل لهم الأجر والثواب، والله يقوي أبو علي، يعني عمل جبار قام فيه، يعني الصراحة يعني الأول مرة في المنطقة، يعني إحنا عندنا جمعية كبيرة وعامة، لكن لما يكون في تخصص ان انت الايتام لهم مكان محدد ومخصص، صحيح. هذا يخلي العمل على الوجه المطلوب يعني، والكل يستفيد يعني. الحمد لله. الله يعطيك العافيه. بعدين يعني يعني عندهم البرنامج مرتب وحلو، والصراحه ندى يعني اثني عليهم. جميل. ونشكر كمان البرنامج هذا برنامج رائع بصراحه، لان التفت لهذه الفئه، والله يجزاهم ان شاء الله كل خير، يجزاهم على رب العالمين جزاء كبير ان شاء الله، اللي هو برنامج المتسابقين في اعتقد اسمه البزنس او البزنس كذا، انا تابعته كذا مره، واللي يتابع وقف مكه ريعه حيكون الابطال، وهذا الشيء حيزيد الخير ان شاء الله باذن الله، وحيستفيدون. يعني انا عبر سنوات انا ام ايتام، لكن انظر للايتام الاخرين ومعاناه امهات الايتام، يعني لما يوقفوا معاهم يعني بعفه واحترام ويساعدوهم، يعني هذا شيء راقي بصراحه. الحمد لله الحمد لله. الله يكتب اجرك يا ام فيصل وبيض وجهك على هالمداخله الجميله. وانا من منبركم هذا يعني ادعو لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والاستمرار، وتكبدوا هذا المشاريع وتكثروا منها، خاصه للايتام، لانها شيء رائع بصراحه. والله يعطيكم العافيه ويطول بعمر ابو علي بصراحه. امين. مو مقصر مع الايتام. استاهل استاهل استاهل. تحيه لابو علي، تحيه لابو علي استاهل، ولكل العاملين في جمعيه ابطال املج، لانه انسان الرجل الصح في المكان الصح ابو علي. الله يعطيك العافيه ام فيصل وبيض الله وجهك على المداخله الجميله اللي من خلالها وضحتي عمل جمعيه ابطال املج لرعايه الايتام، وهذا الشيء صراحه يهمني كثير. عمل مرتب، يعني انا شفت الموظفات، عمل مرتب، وكل عائله لها يعني اتصلوا عليها بالوقت المناسب، وكل شيء مرتب عندهم، مرتب يعني ما في. الحمد لله الحمد لله. يعطيك العافيه ام فيصل، شكرا شكرا لك ولمداخلتك، وبيض الله وجهك على هالمداخله. ابو علي تستاهل الشكر والثناء، هذا من البشر، ترى ربي سبحانه يعني مطلع على عملك وعلى نيتك، ونسال الله ان يجازيك خير الجزاء بكل شيء انت تعمله. يعني هذه ام لابطال اللي هم ايتام، وتثني على رجل مثلك انت والعاملين معك، لاني انا ما اؤمن دائما ان العمل يقوم على رجل واحد، بل فريق كامل، لكن انت على راسهم مع من معك. الله يجزاك خير. شو تقول؟ دائما انا يمكن اكرر الكلمه اللي تفضلت فيها، دائما يد الواحد لا تصفر. بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم تكاتف الجهود وارتقاء الهمم باذن الله تعالى، سوف نصل مع الايتام باذن الله الى اعلى مستوى باذن الله تعالى. يا رب. والاخت ام فيصل الله يجزاها خير خجلتنا صراحه بكلامها، اللي والله اللي ما نستحقه، لكن نوعدهم ان شاء الله من خلال الاوقاف، من خلال دعم المحسنين لهالاوقاف هذه، ان باذن الله قريبين من الاسر هذه وفي تلبيه كافه احتياجاتهم. يا رب. الله يجزاها. هلا. خجلت؟ والله ما اقول خجلتني، لكن فرحتنا. انا اشوف عيونها تلمع، هل من النظاره والا في دمعه جديده، في دمعه معلقه. الله يحفظك يا ابو علي، تستاهل كل خير. مشاري عمر عنده مداخله، وعثمان الجنيبي كذلك. وش مداخلتك يا عثمان؟
بعد اتصال أم فيصل. مداخلتي صراحة أول بداية أشكر أختنا أم فيصل على الأشياء اللي قدمتهن وعلى المدح والثناء اللي في محله يوم قالت أنها يعني جمعية أملج ما تقصر في اختيار الأوقات وما تقصر يعني يختارون الأوقات المناسبة يتصلون ويختارون يعني المواقف المميزة. الله والجمعية تكلم. قالت أنها منظمة هي لأبعد الحدود. يستاهلون يستاهلون. والكلام اللي قبله كنت شوي غافي شوي. عشان كذا أنا جيتك الله يطول عمرك. هذا في السكينة في السكينة والرحمة. ومشاري كان يسولف مع اللي جنبه حبيت أشغلكم نظام مدرس في فصل. ترى الشخص إذا ارتاح ترى الشخص إذا ارتاح في الجلسة لازم إنه يستكن شوي. إن شاء الله ما ترتاح مرة ثانية. طيب طيب خلني أروح لل أسمعك ولا أسفهك يا طويل العمر. أبى أروح للدكتور وعندنا الآن شارة مساءات يا منيب جاهزة عندك لأنه فيه تدشين ودي الشباب كذلك إن أمكن تشرفون معنا هنا. سلام. عندنا تقطيع كيكة وهي فرحة صراحة بإكمال الوقف الأول اللي هو وقف الأيتام بالبلد الحرام. هذول الأطفال يعني. لا وأنت بطل الكبير. الله هذا هذه لا هذه. طيب طيب ارفع لنا الشارة فوق يا منيب. تفضل يا تفضل يا شباب. تفضلوا. ومعنا كذلك صالح الحسين المدير التنفيذي لقناة الواقع الفضائية وهو ابن لرئيس مجلس الإدارة إبراهيم حسين. شاركنا الفرحة. سلم بالطول. طيب تفضل مع الدكتور. لا 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 والله اجمل والله اجمل. على كيفك انتوا. تفضل يا صالح مهندس تعال معهم. يلا تفضل يا شباب تفضل تفضل تعال تعال يلا يلا تعال الله يبارك. مبروك لكل فاعل خير لكل من أعطى وأنفق في الوقف الأول. واليوم إن شاء الله نفرح بإذن الله بأنه 40,000 واحد منكم تبرع 300 ريال يكتمل الوقف الثاني في مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة. في يا رب فرحنا مثل ما فرحنا باكتمال الوقف الأول. مهندس رائد الكلمة لك الآن. المدير التنفيذي حبيبنا صالح إبراهيم الحسين منورنا ومشرفنا وأنت لك كلمة للقناة يعني ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومن يمثلها اليوم أخوي صالح. وش بتقول؟ بنقول الأمانة الشباب شباب كل الصوت لو سمحتوا أمشي يعني. لا والله عشان نتكلم عشان على ما صدق أبو عبد الله أعطانا جو يعني. أنت عطيته وجه أحمد العواض. أبو عبد الله أبو عبد الله قاطع هم قاطع خش على زين. الله يسعد. تفضل يا مهندس. من يشكر الناس لا يشكر لا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتقدم بجزيل الشكر للقناة الراقية الرائعة المحافظة قناة الواقع اللي كانت بعد الله أول لنا في اكتمال الوقف الثاني الأول وبإذن الله تفاؤلاً قلت تفاؤلاً أنها تكون الوقف الثاني بعد إن شاء الله. والشكر مقدم للرئيس القناة الأستاذ إبراهيم وحبينا نقدم لكم شهادة عضوية شرفية في الجمعية. ما شاء الله. تحية تحية شباب. معك وهذا أقل واجبات بعد له بعد له. استاهل الطيب الله يجزاك خير. ما بياخذها في يدك معه. هذا كذلك الدرع والدرع والدرع رئيس مجلس الإدارة إبراهيم حسين. خليك خليك أنا صار يد واحدة سامح. خليك شيخ ناصر ما شاء الله شيخ محمد. لا لا ما عندي. استاهلون طبت والله استاهل الطيب الله يجزاك خير إن شاء الله عليك. تعال هنا تعال. محمد سيد المصور يقول ناظر فيه. محمد ما يطلع الصورة. لا والله حب الصورة. حبيبي شكرا. كذلك شهادة عضوية. يا أخي الجمهور نفسه يقرأ إيش العبارة الموجودة يا شيخ رايد. أبشر طال عمرك. إيش العبارة الموجودة؟ خلي الجمهور يا أخي. وشكر واهدا تتقدم جمعية أبطال أمن لجرائة الأيتام للشيخ إبراهيم الصالح حسين الجهود المباركة باكتمال وقف الأيتام بالبلد الحرام. وتسأل الله عز وجل يرفع لها قدره. اخوانك في جمعيه ابطال امن لجرعايه الاهتمام. طيب عبد الله انا كليت لي لقمه
لاني بذوق تعبي صح شيخ ابو عبد الله في هذا من ضمن اللي تعبوا في هذا الوقت بين يكتب عند الله عند الله لك الاجر قلت بذوق لي شطفه كذا بيض الله وجهك شيخ محمد شيخ محمد عندك 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 تفضل ما شاء الله هذه عضويه ساعات عضويه للاستاذ ناصر شرف لي شرف لي جزاك الله خير ويا الله وجيكم يعطيكم العافية على هالهدايا تفضل يا وين هذا الدرع حق تفضل يا صالح باقي شيء يا مهندس عندك الموضوع ترى شهادات شهادات للشباب الشباب طيب لازم لازم أنا أحمد سعيد يعطيني شهادة شهادة الله تعالى أعطونا أعطونا الشهادات واحد واحد ما شاء الله عبد الله فريدي عندك لا عندك عندك الله يخليك طلب مني بينك وبين ناصر خليك خليك بينك وبين ناصر ما شاء الله ما شاء الله مسك بالريضه مو بحط اللي خلاص اللي بعده اللي بعده عطنا خلوها هنا خلوها عبد الله كلام تعال تعال عبد الله كلام علي تفضل صالح ما شاء الله ما شاء الله سيدنا مشاري سيف ما شاء الله الله يبارك لهم ها بس خلاص مصلط وجهك مصلط الجبلي ووالديه الاهلون الله يحفظهم خلنا ناخذ الصوره بس مع اول صوره سريعه يا احمد الحامي يعطيك العافيه عثمان الجنيبي ووالديه اسهم وثيقه تاسيس جزاكم الله خير مشكورين تفضل عثمان الطيبي تفضل مع صالح مع الشيخ لا عندك شاري عمر الشيخ نفسي نبارك نبارك لمستك فهد شكرا مشكورين فيصل فيصل بن مدعب العرجاني ووالديه سهل يا فيصل تفضل تصويرنا كذا تعال كذا علي جعيدي استاهل ووالديه ما شاء الله ما شاء الله محمد محمد العميان ووالديه شرفنا كذلك يا ابو الشيخ انت الشيخ تفضل صالح معكم ساسي تفضل تعال عبد الله روقي عبد الله الروقي ووالديه ما شاء الله باقي احد سريع السلام طيب الله يرفع قلبك احمد العوض ووالديه ما في يستاهل احمد موجود هو في القلب يستاهل الله يعزك يا قلبي باقي احد يستاهل احمد العوض يا ريس جميع السلم يا شباب الف مبروك النجاح تستاهلون طيب خلاص يعطيك العافيه صالح شكرا لك ويض الله وجهك وجهك الله يعطيك العافيه حبيبي شكرا صالح تحيه صالح زين شكرا شيخ ناصر احنا كل اللي قلناه من الثواب والاجر والكفالات المنبع هنا الله يسعدكم شكر موصول للجمهور ولكم امين شكرا لكم يا رب الله يسعدك طيب احنا هنا انتهينا باقي شيء انا اشوف الدكتور محمد جاي برود هل هذه للزينة ولا عندك كلمة أو مهندس رائد أنا أشوف في ورود ما عندي خبر وفي شنطة جمال الهملايا الرحالة دكتور محمد سيد في خمس باقات ما أعرف بس أنا عيني على الشنطة باقات يعني كاس باقات باقة مو باقات الحمد لله بعد أبدأ إيه تفضل يا دكتور منسق معهم في النشيد عندهم تعطيت الموعد طبعا يا شباب نبغاكم تتفاعلوا مع هذه الفقره ابشر مستعدين الشيخ ناصر لا يعلم عنها هذا الشيخ المبارك الرجل المبارك والابن اللي تفتخر فيه البلاد كلها الله يحفظك المسيره اللي انا مع الشيخ ناصر 12 سنه ما شاء الله طيب الشرف اليوم انا كتبت درع حيعطيكم القصه كلها هو والله ما يدري عنه ولا ابى اقرا عليكم وإذا في أحد يقرأ ممتاز أنا أقرأ عبد الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إلى المقدم المبارك ناصر الغامدي ها أنت وبخطوات مباركة وحروفك التي كانت تحمل الحب مع الهم لاكتمال أوقاف الخير في هذا الوطن الغالي نبارك لك أنك المذيع الأول في العالم الذي يكتب الله على يديك لحظة تعيد من الأول
إلى المقدم المبارك ناصر الغامدي، ها أنت وبخطوات مباركة وحروفك التي كانت تحمل الحب مع الهم لاكتمال أوقاف الخير في هذا الوطن الغالي. نبارك لك أنك المذيع الأول في العالم الذي يكتب الله على يديه اكتمال أكثر من 20 وقف، ما شاء الله، يخدم ما شاء الله ما شاء الله يخدم في كل مجالات الخير والعطاء. نبارك لك هذا الحصاد يا ناصر. اللهم ارضى عن ناصر ووالديه واسرته ومن يحبها شباب برنامج البزنس. الله يسعدكم يرفع قدركم. لحظه ترى باسمكم الدرع مكتوب ايش تحت؟ دكتور محمد. الله يرفع قدركم جميعا. الله يسعدك. الله يسعدك الدنيا واخر. يا حبيبي الله يرفع. ان شاء الله يفرح. علي تذكرت علي مع الجميع. الله يسعدكم والله يا شباب. المشاركة هذه يعني فرحان فيها انها اسمكم موجود. والله يا جماعة اللي يحب ناصر ويحب العطاء هذا، يعني هذا يا جماعة لو كان بأي مكان وفي أي إعلام وفي أي دولة يسوون شيء كبير، واحنا اليوم ما سوينا الا شيء بسيط. والله يرفع قدرك. فهنيئا انا اقول هنيئا للوالد والوالده. الله يجزاك. هنيئا لاسرتك وزوجتك واولادك واخوانك وقبيلتك بهذا الانجاز، وهنيئا بكل القنوات اللي احتضنتك. الله يرفع قدرك ويجزاك خير على الاهداء وعلى هالدرع اللي يعني لي الكثير امانه. وبكل صدق انا يعني احيانا المشاعر تكون ملخبطه شوي في وقت شيء مفاجئ، لكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل عمل خير قدمته أنا في القنوات الفضائية أو في السوشيال ميديا أن يكون خالص لوجه الكريم، وأن يجعل يعني هذا في ميزان حسنات وفي ميزان حسنات والدي اللي ربوني، واليوم هم يفتخرون بناصر وأنا أفتخر بهم كثير. أسأل الله أن يحفظهم لي ويطيل عمرهم على طاعته ومرضاته. أنتم دكتور بالغتوا في عبارة يعني الرجل الأول في العالم. ممتاز ممتاز ممتاز. أنا معك إلى رمضان، جيب لي من هو الأول. صح، هذه الإحصائيات. أنا والله ما أحصيت. أما الدكتور ممكن أنا وياه 12 سنة مع بعض، ممكن هو أحصى وكتب وبحث وعد بالأرقام، ولكني أمانة أنا ما أحصيت ولا رتبت. يعني أنا من الناس إذا الواحد يعمل عمل زي ما يقولون اعمل عمل خير خلاص واعمل وامشي في طريقك ودور إخوانك هذا دور إخوانك. الله يرفع قدركم ويجزاكم خير. شيء أنا أفخر فيه كثير، وأسأل الله أن يجعل ميزان حسنات. ودائما يعني صراحة أجدد النية بين الفينة والأخرى، يعني أقول يا رب يعني أخلص لي النية، لأنه أعرف جيدا بأنه الجمعيات البر وجمعيات الأيتام جمعيات تحفيظ القرآن وغيرها محتاجة إلى وقوف رجال الإعلام. صحيح. محتاجة إلى وقوف أهل الخير اللي يشاهدون عبر القنوات الفضائية أو من خلال السوشيال ميديا، هم محتاجين إلى وقفتنا. فحنا اليوم من خلال السنوات اللي راحت والله نذكر، وأنا أحيانا بقول لكم يا بصريح العبارة والأول مرة أقولها، أحيانا تجي ممكن قلت للمهندس قبل أيام هالفكرة، تجي رسائل ترى شغلتنا بالكلام على أوقاف، تراك أزعجتنا، تراك بهذلتنا، ترى غثيتنا، كل شيء داخل علينا. لكن أنا ما أنظر هذا الشيء، يعني الله معطيني عقل وطريقة تفكير ممكنها تكون خاصة، ما أفكر في مثل هذه الأشياء ولا تهزني بفضل الله. ليش؟ لأني أعرف أنه مثل البرامج دائما عيد عليكم يا شباب، برامج يعني تزول وتنتهي، لكن الأوقاف تستمر وتبقى. فهذا دائما تفكيري، كلما جاء احد وقال تراك شغلتنا كل شيء داخل علينا وتذكر بالوقف ذكر الوقت، وش ذنب اليتيم هذا اللي هو محتاج الوقف هذا؟ هل بتصير انت يلي جالس؟ ترى ناصر ممكن بفضل الله جبل، اللهم لك الحمد وثبات من الله سبحانه وتعالى، زين ووقف ولا يفكر في الكلام هذا واصل. لكن في ناس اخرين في الاعلام لما انت
تجي في طريق اليتيم وطريق من يحفظ كتاب الله وطريق المحتاج وفي ناس والمسجون والمكروب وغيره والأرملة والمطلقة، تجي أنت تهز الإعلامي هذا وتهز الإعلامي هذا، ممكن يوقفون يقول صدق شغلت الناس. لا يا حبيبي، ألا شجعه يقول بيض الله وجهك وحنا معك وداعمين لك وسنواصل النجاحات هذه حتى نفخر بإذن الله أن كل الجمعيات المملكة العربية السعودية تحقق أوقافها حتى يكون لها استدامة مالية اللي من خلالها يكون للأيتام شيء يقدرون يأكلون ويشربون ويلبسون ويتعلمون، وإذا احتاج الأمور الصحية يكون متواجد لهم كل شيء من خلال الجمعيات المباركة. فإحنا لازم نكون عون لبعض، نكون متكاتفين متعاضدين لأجل النجاح والوصول إلى يعني الرقي وإلى الكمال اللي نبحث عنه في وطننا الحبيب. يعني المملكة العربية السعودية بلد وطن فتح لأبنائه المجال بأنه يقفوا مع مثل هذه الجمعيات المرخصة ومصرحة حتى أنها تعطي مثل هؤلاء الأيتام. أنا قبل سنوات يعني سبق أن زرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكنت جالس مع أحد المسؤولين فيها، كان يقول شكرا لكم على عطائكم وشكرا لكم على بذلكم من خلال القنوات الفضائية حتى تكملوا أوقاف الجمعيات الخيرية. فما أجمل لغة المسؤول مع لغة الإعلام أن يكون فيه تشارك مع بعض وحوار مع بعض. فبعدها أعطاني دعم معنوي بأن نواصل المسير دامنا إحنا نمشي في وطننا الحبيب هذا على نظام وعلى أسس معينة محترمة لا غش فيها ولا تدريس ولا كذب على الناس. إحنا ليش أنا أطلع في الشاشة ولا أفكر في أحد بفضل الله؟ لأنه أعرف أن الطرق موثقة ومرخصة ومصرحة. لما الناس يجون يحولون في رقم حساب بنكي للجمعية، ناصر ما راح يدخل جيبه ولا ريال. بعض الناس تجتهد أحيانا وتجي وتعطيه تقول هذه 2000 ريال كاش في مخباك. لا يا حبيبي، ما استلم كاش، في حساب رسمي ومرخص حط عليه عشان ما نخالف النظام. صحيح. فهذا الطريق اللي مشيت عليه لأجل هذا بفضل الله ناصر يواصل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل الأوقاف اللي مضت، وأنا يعني أذكر لكم قصة الوقف اللي اكتمل وبعدين فتح مشروع مطعم، فخور بأنه ناصر كان جزء في التسويق له حتى يكتمل، وفرحان أنه المحافظة والهجرة أو المدينة اللي كان عندها الوقف هذا أنه أيتامها والمسؤول اللي موجودين عندهم المحتاجين أنه عندهم صارت في استدامة مالية للأيتام والمحتاجين، وناصر كان جزء في أنه يغطي مثل هذه الأوقاف. شكرا لكم معاذ على دائما تسباق لكل خير. لا والله وشكرا للشباب جميعا. أنا بستغل الفرصة هذه، أنتم يا شباب بإذن الله بإذن الله تخرجوا من هذا البرنامج وأمامكم مشاريع كبيرة جدا. قضية اليوم قبل ما تقول لأخوك اتق الله قل له استمر واتق الله، استمروا استمروا. ناصر لو التفت لن يصل. صحيح. اليوم شوفوا أي مقدم، وأنا هي رسالة للمقدمين على في العالم الإسلامي كامل وفي السعودية خاصة، والله لو استلمتم أعظم الجوائز أعظم الرواتب، وأنا أعلم ببعض الرواتب الكبيرة جدا، لن تفوق مثل هذه الجائزة. صحيح. إنه اليوم فرد يطلع سيارته الآن بعد هذا البرنامج وهو عنده 20 وقف، كان ليس المقدم ناصر، لم يكن المقدم. وهذا اللي أقولها للجميع حتى من الآن نصنع كيف إحنا حنسير في مشاريعنا. ناصر كان يقدم بحب وهم وكأنه حقه وكأن المدينة مدينته وكأن الأيتام أيتام، أو ليس بس فقط أيتام، أيتام وجمعيات دعوة وجمعيات تحفيظ وهكذا. فأنا أقول والله حقا نفخر فيك هذه الليلة. الله يبارك فيك أقدرك وشكرا لك ونفخر فيكم يا شباب. أسعدتني بهذا. في مداخلة بس أنا برضو كمان رسالة بسيطة لأخواني، يعني أخواني الصغار، إن شاء الله بعد انتهاء البرنامج يعني ترى الجمهور عرفكم، أصبحتم الآن قادات، الناس تنظر لكم، محتواكم متقدمون وحاولوا يكونوا محتوى هادف محتوى نافع، لأن اللي يشاهدك الصغير ويشاهدك الكبير، يشاهدك المرأة ويشاهدك الرجل، فمتى ما كان محتواك راقي صدقني سوف تكون بإذن الله ده أنت راقي. صح. وأنا أبي منكم خدمة أنكم تتعاونون مع الجمعيات، الجمعيات في حاجتكم. موفقين. أنا على وعدي اللي قلت لك يا أبو ما قصرت. أنا ما أتكلم عن جمعياتنا يا عبد الله، وأنا عارف أنت فاهم قصدي، أنا أتكلم عن جميع الجمعيات. ترى الإنسان ما يقول الجمعيات أنها مخصصة لناس معينة، ترى والله تفتح إيدينا للجميع. الله يجزاكم خير يا شباب. يعني شوف الشيء اللي تجيده وتحبه هو شغفك، طور نفسك فيه وانطلق. طيب تدري جائزة البرنامج
وقفل اليوم معكم باكتمال الوقف الاول و شهادات شكر صحيح والله العظيم واكتمال الوقف الثاني ان شاء الله باذن الله. اكتمال الوقف هذا قسم بالله انا اكبر هدف شامي ولا الجوائز حنا طال عمرك كل بنا في خير الحمد لله وجدت الخير خير لاجي شيء ان شاء الله ناخذ الاول امور طيبه ان شاء الله على ما قال الله يجزاك خير على الوقف الله يزيدك انا غني واحب الهدي طيب الله يعطيكم العافيه جميعا شكرا على الهدايا دكتور محمد والشباب جميعا وفيها مبادره ودي اسمعها ودي كذلك من في الاعداد اعطيتهم بعض الصور عنوانها حامل الفرحه ودي دكتور محمد سيد يعلق عليها احنا كذلك مهندس رائد احنا في جمعيه ابطال اعطونا الصور يا شباب والدكتور يتكلم يعني الصور جاهزه يعني شباب ما اعطونا الصور هو يتكلم حامل الفرحه هذا الصور على الهواء سهل جدا حامل الفرحه هو انا كيف اتمكن من برنامج راقي في قضيه الفرحه كرم الفرحه لليتيم يعني وكيف انا ازور الكيان وأفرح وأعيش معاه يوم كامل كله سعادة وكله فرح وكله جوائز وكله ألعاب وأمشي فيه بالنسبة لكم يا شباب شباب البزنس ترى في دورة مجانية قاعدين نعدها دورة مجانية تقدر تأخذها عن طريق الزوم بعدين وتأخذ بطاقة سفير حامل الفرحة إيش هي البطاقة وبناتنا يستطيعون يأخذونها يروحون بكرة لأي جمعية يقول أنا عندي بطاقة سفير حامل الفرحة أستطيع أعيش يوم ببرنامج مفرح جدا لكل أيتامكم ونمكنوا من جميع الوسائل اللي يسعد فيها الأيتام لأن يا جماعة الأيتام بعضهم أغنياء تركهم أبوهم أغنياء لكن يحتاجون فرحة صحيح صحيح طيب تحية للدكتور قدم لكم دورة مجانية يعني أنا قلت كلام اللي ختمت كلامك بشيء والله العظيم أنها يعني عبرة أن في ناس يعني مش أن السبب فقط أنك عندك مال ولا ما في ولا ما عندك مال في ناس عندهم مال لكن اللي يتم تبقى يعني نقطته اللي هي الفرح لا نقطته اللي هي اللي نشوفها الحين ونحن نحتاجه اللي هو ان فقدوا السند حتى لو كان عندهم دعم مادي صحيح زين وفوق هذا يحتاجون المعنويه صحيح فهذه النقطه جزاك الله خير يعطيكم العافيه وبيض الله وجه دكتور محمد سيد على هالمبادره الدوره مجانيه لشباب عند بزنس مستعدين تقدمها ابطال ان شاء الله من خلال الدكتور ان شاء الله لكن طيب. نبى ان شاء الله من القناه جزاها الله خير ان نتفرغ كل شخص كل اثنين يوميا ندخل عندكم في كم مدته بعد ما تخرج يا شيخ وتروح عمان تدخل فيها عن طريق الزوم مو بالحين مو بالحين بعدين ان شاء الله مستعجل الرجل طيب احنا ودنا يعني نختم لحظه هذه هديه كارتير يا سلام للشيخ ناصر اختار واحد يقدمها للشيخ ناصر ما شاء الله الله يسعدك كلنا مره هديه من الجميع هديه من الجميع وبيدك انت لا والله احب الي لا احب اكبر سند انا احب الي انت عبد الله الله يرفع قدرك جميعا وصلت منكم جميعا الله يرضى سلام تستاهل الله يرفع قدرك الله يسعدكم الله يطول عمركم ولا انتم يا جماعه انا اقول لناصر دائما ايش سرك يا ناصر ناصر يجي كذا ويضبط الشماغ ويبدأ الحلقة ناصر من أبر شباب المملكة بوالديه يا سلام هذه للوالدين الله يجزاك خير بارك فيك على هالهدايا الطيبة اللي أسعدتني فيها كثير جزاك الله خير وأنا اليوم فخور بكلام الدكتور محمد وهداءه ويعني حتى الدرع والعبارات اللي موجودة ما شاء الله الليلة ليلة هذه لأم علي الله اي والله الله يجزاك خير الله يسعدك ليلة الورد هذه اي الحمد لله ما شاء الله الحمد الله يعطيك العافيه عبد الله سم يا حبيبي الله يسعدك جزاك الله خير مشاركتك الجميل عبد الله بتقول شيء اقول انا والله للامانه كنت بتطرق الموضوع وطلع ابو سحاب ملاحظ نفس الملاحظه للامانه اللي هو الدرع أن أبو معاذ هو يقول قدموا الهدايا بالنيابة عني لا أنت الرجال ما قصر حاط شباب البزنس وحاط بعدهم الدكتور هو صاحب فأنا أشكرك هذا درس مجاني يعني لا والله أني ملاحظها أول ما شفتها وأبو سحاب لاحظ نفس الملاحظة والله يا شباب من حبنا لكم نفعل هذا بكل عفوية ترى هذا شيء مو ضريب عليه المعلومية هكذا هو دائما يقدم الآخرين أنت تستاهل في الخفاء وخلف الكواليس دائما الله يرفع قدرك وجزاك خير يا دكتور محمد سيد ليلة جميلة يا شباب والله أنا فرحان فيها أي والله احنا فرحانين أكثر والله في نقطة طيب مهندس بتقول الله يسعدك أنا بس بضيف نقطة يمكن الجميع ما يعرفها يعني يمكن اللي ظاهر قدام الشاشة وقدام الناس أنه أبو علي هو اللي قاعد يشتغل في الجمعية وقاعد يذكر وقاعد يفكر وقاعد والله يا جماعة خير الحمد لله أن وراي رجال من فضل الله سبحانه وتعالى كان رجال والنساء من منسوبي الجمعية اللي كلنا بعد الله ندين الفضل
لله سبحانه وتعالى ثم للرجل هذا. أقول إنه صلى الله عليه وسلم. والله أكمل كلامي. ترى كل أم لج فرحانة اليوم. كل أم لج مساند أبو علي. كل أم لج الفضل لله ثم لك. الله يسعدك. يستاهلون كل خير وما يضيع شيء عند الله دائما. إحنا فقط نشكر ما لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا دائم الشكر بيننا في بيض الله وجيكم على هالمبادرات الجميلة. كل الشكر والتقدير في ختام الحلقة المليئة بالورود المليئة بالتفاؤل المليئة بالحب المليئة بالجمال ونقاء القلوب المليئة بكل خير. نشكر الدكتور محمد السيد وكذلك مهندس رائد الجهني. اليوم حنا يعني فرحنا بإكمال الوقف الأول، ويا رب مثل ما حنا واقفين الآن إن نفرح خلال الأيام الجاية 40,000 واحد منكم يلي تشاهدونا ب 300 ريال نقدر إن شاء الله بتكاتفنا يعني نسعد أكثر. يعني اليوم الدكتور فاجأني بهالدرع وأسعدني حقيقة، وأنا والله العظيم ما كان في بالي في يوم الأيام مثل هالمسمى اللي هو ذكره، لكنه مسمى بالنسبة لي كبير وفخر عظيم لأنه يجعلني الرجل يعني المذيع الأول في العالم في موضوع الأوقاف، فهذا فخر لي. حنغير الدرع بعد كم يوم يصير 21 21 إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله معانا الخير. تخلون الجماعة يجيبوا لي درع أكبر إن شاء الله مع اكتمال الوقف الجديد اللي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 40,000 واحد يكتمل وقفنا ب 300. صغير؟ لا كبير في قلبي والله. لا جميل عاجبني، بس انت تقوم نجيب واحد ثاني. انت اوكي مناسب للشنطه اصلا. انا من الناس اللي احب الدروع عشان شلت الشنطه توديني. شكرا لكم مشاهدينا، والشكر للشباب جميعا، والشكر للدكتور محمد سيد ورائد الجهاني مهندسنا الجميل. يعطيكم العافيه. في امان الله. سلام. شوفوا محتوانا وشيء مفيد. منبع علم وحنا بالتطور نجيب الجديد. طموحاتنا تكبر فينا همم. وشوفوا محتوانا وشيء حلمنا الواقع بالعزم، والمشاهد فلذر معنا يستفيد. شوفوا محتوانا وشيء مفيد. منبع علم وحنا بالتطور نجيب الجديد. طموحاتنا تكبر فينا همم. وشوفوا محتوي بكل وافي وكل من لقلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي. Yeah.